أهلا بكم وحلقة جديدة من برنامج ريمونتادا أحداث كتيرة عرس جديد أضيف لعرس جديد على الكرة المصرية انتخابات اتحاد الكرة وقبلها بيومين كاس الرابطة و... و... وملفات جديدة بتتفتح في الكرة المصرية ما كناش نتوقع أنها تبقى موجودة وما كناش نتوقع أنها تتحقق كاس الرابطه حاجه جديده قدمتها رابطه الكره المصريه اللي بتدير ملف الدوري رابطه الانديه اللي بتدير ملف الدوري عملت لنا حاجه جديده جدا عملت لنا حاله كبيره جدا في مصر دخلتنا في عهد جديد العهد ده ابرز لنا دوري محترم ابرز لنا منتج جديد في مصر وده اللي شفناه الفترة اللي فاتت وشفنا صورة محترمة جدا وشفنا ترتيبات محترمة وده اللي بنتمناه من اتحاد الكرة الجديد بنتمنى ان هو يبقى على على العهد ده ونتمنى ان هو يقدم لنا حاجة جديدة للكرة المصرية ملفات كتير جدا في انتظار اتحاد الكرة كل بيتكلم عن منتخب كل بيتكلم على الاستعدادات النهاردة كان في زيارة المجلس دار اتحاد الكوره وزير رياضة لمران المنتخب وده ابلغ رد للناس اللي كان بتتكلم على تصريحات كارلوس كيروش ان مصر مش هدفها الاول ان هو الوصول لكاس العالم ولكن النهارده ده ابلغ رد للجميع ان كل الناس في ظهر المنتخب رئيس اتحاد الكوره في ظهر المنتخب السيد اشرف صبحي وزير رياضه في ظهر المنتخب الناس كلها اهتمام كبير جدا جدا قدامنا صور المران النهارده رئيس الرابطه رئيس الرابطه احمد دياب كمان مش منتخب مصر اللي يبقى موجود في بطوله وما ينافسش عليها حتى لو بطوله بيلعب فيها بالصف الثاني ولا الثالث قبل كده احنا كنا موجودين من 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 اسابيع قليله في البطوله العربيه وكان عندنا شغف وكان عندنا اهتمام كبير جدا ان احنا ناخد البطوله مع اننا ما كناش بنلعب بالصف الاول النهارده بعد عوده نجومنا محمد صلاح وتريزيجيه والنني ومصطفى محمد واكتمال واكتمال المنتخب في ان هو موجود في كاس الامم الافريقيه كلنا امل وكلنا يعني في ظهر المنتخب ان احنا نحقق حاجه كبيره الصور اللي موجوده حضراتكم كل الناس اللي موجوده المهندس خالد در... خالد الدرندلي سياده الوزير اشرف صبحي مهندس جمال علام كل الناس في ظهر المنتخب كابتن حازم امام كابتن محمد بركات اتحاد كره جديد في خبرات وفي نجوم كبيره نجوم كبار في الكره المصريه انا على المستوى الشخصي شايف يعني وجود حازم امام وبركات وجود حازم امام وبركات شيء مطمئن شيء مطمئن جدا وشيء يسعدني انا كمان ان احنا محتاجين نقامات كبيره جدا من اللعيبه ومن الناس اللي كانوا نجوم يقدروا يوصلوا للناس الحاجات اللي هم محتاجينها عندنا نجوم كابتن حازم امام 98 كاس امم 98 وكان من نجوم البطوله عندنا كابتن بركات نفس الشيء راجل واخد بطوله 2006 ومن احسن ومن احسن لعيبه في القاره في الفتره من 2005 و2007 وحاجه و يعني حاجه مشرفه بالنسبه لي ان اتنين من, من نجوم الكره المصريه موجودين في اتحاد الكوره وانا شايف كمان ان ان الناس اللي موجوده في ناس كانت موجوده قبل كده في الدورات اللي فاتت هيبقى ليها دور كبير جدا ان شاء الله الدوره دي آه كمان آه المهندس خالد مرتجي كمان آه خالد درندلي كمان اعتقد هيبقى اضافه كبيره جدا جدا للاتحاد الكوره ان شاء الله يبلو بلاء حسن ويقدروا يقدموا للكره المصريه آه حاجه كبيره بالتعاون كمان مع رابطه الانديه اللي الملف الاهم فيها آه اتنقل لها هو اداره الدوري المصري المواجهات المباشره او الخلافات ما بين الاتحاد والانديه آه مش هتبقى موجوده هتبقى كلها هتبقى كلها عند رابطة الأندية فبنتمنى إن شاء الله الفترة الجاية نشوف حاجة كويسة جدا يقدمها لنا اتحاد الكورة إن شاء الله. النهاردة أول حاجة طلعت من اتحاد الكرة من بداية نشاط جديد. النهاردة طلع قرارات قرارات من اتحاد الكرة هنعرضها على حضراتكم. أول حاجة تكليف الأستاذ جمال علام رئيس الاتحاد برئاسه بعثه المنتخب الوطني الاول المتوجهه الى الكاميرون للمشاركه في نهائيات الامم الافريقيه برفقه اللواء محمد حلمي مشهور عضو المجلس. ده اول قرار. القرار الثاني تجديد الثقه في وليد العطار مديرا تنفيذيا للاتحاد الراجل اللي عنده كم خبرات كبيره جدا وعنده تدريج وظيفي محترم في 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 اللوائح ووجوده في الاتحاد اضافه كبيره جدا أه، تالت حاجه تخليف تكليف الاستاذ خالد الدرندلي نائب رئيس الاتحاد بمراجعه كافه العقود المبرمه بين الاتحاد والهيئات الاخرى وعرض نتائج المراجعه على مجلس اداره الاتحاد الكرة وانا شايف ده مكسب كبير جدا جدا للكره المصريه وجود المهندس خالد الدرندلي أه، نائب رئيس الاتحاد المصري لكره القدم الحاجه الرابعه تكليف كابتن حازم امام وكابتن محمد بركات عضوي مجلس الاداره بمراجعه برامج الاجهزه الفنيه للمنتخبات الوطنيه للفتره المقبله مع الاداره الفنيه بالاتحاد وده برضه ملف مهم جدا اختيارات الـ اختيارات الـ الاجهزه الفنيه للمنتخبات ومتابعتهم ومش هنلاقي مش هنلاقي احسن من كابتن بركات وكابتن حازم امام ان هم يتابعوا ده ناس تدرجوا من اول منتخبات الناشئين لحد الفريق الاول وكانوا نجوم كبار في انديتهم اذا كان كابتن حازم امام في نادي الزمالك وكابتن بركات في النادي الاهلي و... وانا كمان مبسوط من من دخول الاثنين كمان لان في حاجه اسمها خبرات المكان خبرات المكان دي بتيجي مع الوقت يعني النهارده كابتن حازم كان موجود عضو المجلس ده قبل كده أم... ممكن حد يقول هو كان موفق او مش موفق ولكن لازم نبقى فاهمين لما حد بيعيد التجربه تاني بيبقى عنده خبرات اعلى وعنده حاجات ما كانتش موجوده قبل كده في في الفتره الاولانيه يقدر ي... ينفذها ويقدر يبقى عنده فكر جديد يشتغل عليه آه وكمان كابتن بركات كان موجود على على القياده الـ الـ الاداريه لمنتخب مصر ووجوده في الاتحاد كمان انا شايف ان هو حاجه هتضيف آه جدا للاتحاد الاثنين عندهم بقى آه عندهم كم خبرات كبير في الشغل آه انك تبقى نجم وانت لعيب كرة دي آه حاجه آه انتهت انك تبقى نجم كمان او تبقى حاجه كبيره جدا في, في مجالك الجديد دي حاجه بتتاخد بالتدريج وده شيء لازم الناس كلها تبقى تبقى فاهماه يعني النهارده كابتن بركات مش من اول ما يشتغل هيبقى احسن حاجه ولا كابتن حازم اول ما يشتغل هيبقى احسن حاجه لكن هو مع الوقت ومع 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 استمرار المواقف والخبرات هيلاقي عنده مخزون كويس يقدر يطلعه ان شاء الله في في الفتره دي وانا متفائل خير جدا بيهم كمان تكليف الاستاذ عامر حسين عضو المجلس بمراجعه المسابقات التي ينظمها الاتحاد بمختلف مراحلها آه ودي برضو حاجة الأستاذ آه عامر حسين آه عضو في رابطة الأندية وعضو في مجلس إدارة الاتحاد فأعتقد هيبقى في تنسيق محترم وتنسيق جيد ما بين الرابطة وبين الاتحاد الفترة الجاية وهو يبقى حلقة الوصل بين رابطة الأندية والاتحاد الكورة في في, في التنسيق في ده آه الحاجة الخامسة اعتماد خمسة تبديلات لكل فريق في كل مباراة بجميع المسابقات أسوأ بالقسم الأول ودي نقطة أنا يعني عايز اتكلم فيها ونقطه مهمه جدا القسم الثاني كان عنده ثلاث تبديلات بس ودي حاجه من الحاجات الغريبه جدا وال انا كنت شايف ان الراي كان راي فردي ما كانش في راي جماعي ودي مشكله كبيره جدا انك انك تنفرد تنفرد بقرار وتطلع قرار كده يعني من وحي الخيال الناس اللي عندها قدرات والناس اللي عندها موارد والناس اللي عندها كم لعيبه كبيره واللي عندها امكانيات كبيره يتعمل لها خمس تغييرات اللي هو الدوري الممتاز والناس اللي وبتلعب على اضواء بالليل وبتلعب براحتها وبتروح تنام في المعسكر قبلها بيوم او يومين تعمل لهم خمس تغييرات والناس اللي امكانياتها مش هنقول على قدها مش هقول محدوده ولكن في فرق كتير جدا كانت محدوده في الدرجه الثانيه مش كل الفرق عندها نفس الامكانيات اعمل لهم ثلاث تغييرات فدي كانت حاجه غريبه جدا بالنسبه لي وحاجه يعني انا شايف برضو ان ان الاعتماد ده اعتماد الخمس تغييرات ده حاجه من الحاجات المفيده جدا وكمان انت عندك جائحه كورونا ممكن النهارده تيجي تلاقي عندك عملت مسح يبقى عند لا عندك خمس ست لعيبه طب انت تعمل القايمه فيها 30 ولا 35 لعيب وبعد كده تعمل لهم ثلاث تغييرات كان كان برده قرار غريب جدا وكان قرار يعني ما كنتش فاهمه خالص يعني حتى انا حاجه غريبه يعني ليه؟ يعني ليه ليه ان انا اشتغل على ثلاث تغييرات بس؟ فدي حاجه برضه حاجه محترمه وحاجه من الحاجات اللي تبين الناس جايه ومركزه. أه الحاجه الاخيره الغاء الماده الخاصه بقيد الناشئين خارج المحافظات. هنعيدها تاني عشان هي برضه حاجه كانت غريبه جدا ومهمه جدا. الغاء الماده الخاصه بقيد الناشئين خارج المحافظات محال ميلادهم من اللائحه المنظمه لهذا العمل. وده كان قرار غريب جدا 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 يعني يعني لعيب اللعيبه اللي موجوده في الاهلي والزمالك اللي هم بيجوا من الاقاليم اذا كان من الصعيد او من من الدلتا او من اي حته لا انت ممنوع تخرج انت انت موجود في منطقتك يعني اللي موجود مواليد المانيا يلعب في المانيا اللي موجود في مواليد الاسكندريه يلعب في اسكندريه ودي كانت حاجه غريبه جدا يعني حاجه من الحاجات اللي اللي ملهاش محل من الاعراب خالص يعني وده برضو كان يدل ان الـ ان ان الافكار اللي كانت بتطلع افكار فرديه يعني برضو حاجه حاجه غريبه جدا عندك لجنه ثلاثيه كان كان يعني كان بيترأسها الاستاذ احمد مجاهد وده قرار برضو من القرارات اللي كانت غريبه شويه. القرارات دي لازم يتعب يتقعد فيها مع المناطق تقعد مع الناس اللي شايفه اكتر لان انت مهما كنت انت رئيس الـ الـ الاتحاد او رئيس اللجنه في حاجات انت مش بتشوفها في حاجات اللي بيشوفها رؤساء اللجان اللي موجودين في المناطق دي هو هو الـ الـ الاقدر وهو متعايش مع, الـ مع الناس دي هو اللي يقدر يقولك احسن حاجه تقدر تقدمها للناس دي فانا شايف برضو ان كان قرار كان فردي جدا وانا برضو شايف ان من الحاجات المميزه والحاجات الايجابيه للاتحاد الجديد انه يقدر ياخد الحاجات دي بسرعه ويقدر ده من اول يوم يعني اول يوم راح مغير على طول لان حاجه يعني مهمه فدي كانت قرارات مجلس اتحاد الكوره الجديد هنطلع من اتحاد الكوره نروح على النادي الاهلي النادي الاهلي ان شاء الله كابتن خطيب مسافر بكره للامارات لتسليم جائزه احسن نادي عربي جائزة محمد بن راشد ودي اللي أعلن عنها في شهر نوفمبر الماضي وإن شاء الله جائزة الإبداع الرياضي هيتسلمها بكرة إن شاء الله في في الإمارات هو مسافر بكرة الصبح إن شاء الله الإمارات هيتسلمها هناك دي جائزة كانت من نوفمبر الماضي وإن شاء الله يتسلمها إن شاء الله النادي الأهلي يوم 9 يناير. حاجة تانية هنخش على كهربا، كهربا لعيب من اللعيبة الكبار لعيب كلنا كنا يعني مستنيين منه الكتير اذا كان موجود في النادي الاهلي او موجود في نادي الزمالك او موجود في منتخب مصر وانا شايف ان كهربا من اللعيبه الموهوبين القليلين في مصر فانا كنت مستني من كهربا بصراحه اكتر من كده ولكن خلينا نروح لملف كهربا مع في قصه الاحتراف كهربا قريب جدا من اللعب في الدوري التركي النادي الاهلي قرر كالعاده ان هو النادي الاهلي لما بيطلع اي لعيب اعاره بيقرر مد عقده لمده سنتين وده اللي النادي الاهلي بيشتغل فيه مع كهرباء دلوقتي بيعدل عقده وكمان في بند موجود في عقد كهرباء ان هو كان كهرباء كان عنده قضيه في في لجنه المنازعات اعتقد لجنه المنازعات ان هو عليه غرامه يعني ممكن يتوقع عليه غرامه في اي وقت ونادي الاهلي كان حاطط بند في الـ في, الـ في الـ وهو بيتعاقد مع كهربا ان هو الغرامه دي لو لو صدرت والغرامه دي كانت 32 مليون جنيه الغرامه دي لو صدرت 32 مليون جنيه الغرامه دي لو كانت صدرت يتحملها كهربا وده برضو البند اللي موجود في الاهلي دلوقتي في العقد اللي ما بين الاهلي وما بين النادي التركي ان ان برده في حاله في حاله توقيع العقوبه انه كهربا برده هو اللي هيتحملها في بكره كمان أه حاجة مهمة جدا قعدنا الفترة اللي فاتت أه الاهلي توقيت كاس العالم الاندية متعارض مع توقيت كاس الامم الافريقية أه النادي الاهلي أه هيعرف بكره اعتقد في اجتماع بكره انفنتينو يعني في اجتماع في, في الاتحاد في الدولي أه هيحددوا أه الاجتماع موجود في, في الكاميرون هيحددوا ايه اللي هيحصل في مباراه النادي الاهلي في الكاس عام الانديه وانا شايف ان او بعض المصادر كلها بتؤكد ان ممكن يبقى في تاجيل شويه ممكن يبقى ال ال كاس عام الانديه تتاخر ثلاث اربع ايام لان عشان لعيبه الاهلي تلحق تخرج من من المنتخب ان شاء الله اللي يكون نلعب فيه المباراه النهائيه تبقى موجوده ان شاء الله في كاس عام الانديه هنروح فاصل وهنرجع على آه حوار تاني مع نجم كبير آه هقول لكم عليه بعد ما نرجع من الفاصل ان شاء الله رجعنا مره تانية في الريمونتادا ومكملين مع حضراتكم اخبارنا و... 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 وهنروح للكاميرون الكاميرون بقى لنا فتره كبيره جدا البطوله هتتلعب او مش هتتلعب كاس الامم الافريقيه كاميرون جاهزه كاميرون مش جاهزه قعدنا قعدنا نك... نتكلم كتير جدا عن ال... عن ال... عن البطوله دي حرب كبيره جدا مع راتب الانديه الاوروبيه هيبعتوا اللعيبه، اللعيبه لعيبة موجوده لعيبة مش موجوده. الكره الافريقيه بتمتلك يعني لعيبه كبيره جدا جدا جدا، لعيبه مهمه جدا جدا في الدوريات الاوروبيه، دوري انجليزي، دوري اسباني، الدوري ايطالي، لعيبه القوام الاساسي بتاع بتاع كل فريق. نجمنا الكبير محمد صلاح وساديو ماني، اتنين من من اهم مفاتيح لعبه واهم نجوم ليفربول. اللي بينافس على الدوري الانجليزي اللي هيخسر خساره كبيره جدا جدا بمشاركه محمد صلاح ومشاركه ماني في البطوله كان كلام كتير جدا وجدل ان البطوله هتتلعب ولا لا وبعد ما الحاجات دي كلها خلصت وبعد ما الخناقه الكبيره خلصت مع رابطه الانديه الاوروبيه ظهر الشبح الجديد او الشبح يعني مش هقول الجديد الشبح اللي موجود دلوقتي هو شبح كورونا بقى يهدد البطوله، أنا شايف إن شبح كورونا هو دلوقتي بقى أكبر خطأ على بطولة أمم أفريقية، وشايف من وجهة نظري إن هو اللي هيحدد الفائز بالبطولة، إحنا ممكن البطولة دي اللي يحددها الفائز اللي يحدد الفائز فيها هو فيروس كورونا. النهارده في لعيبة كتير جدا مصابة في البطولة، لعيبة مهمة، لعيبة مهمة جدا. عندنا عندنا في المنتخب التونسي اثنين لعيبه نجوم كبار جدا عندنا يوسف المساكني، يوسف المساكني ده اهم لعيب في المنتخب التونسي وشوفنا في البطوله العربيه الاخيره هو واحد من من نجوم الفريق، واحد من العناصر اللي ما ينفعش المنتخب التونسي يقدر يستغنى عنها، واللعيب حنا بعلي كمان لعيب صغير 18 سنه لعيب عنده شخصيه ولعيب كبير ده برده ممكن عنده عنده كورونا وممكن ما يلحقش بداية البطوله. و وكمان في اتنين في الجابون اتنين من العناصر المهمه جدا وبوميانج وليمينا دول برضو مهمين جدا جدا كمان المنتخب السنغالي النهارده اعلن عن اصابه ثلاثة كمان من النجوم المؤثرين جدا بابي سار ومندي ومامي تيام دول برضو لعيبه من اللعيبه المهمه جدا واضح ان كورونا هي اللي هتبقى المتحكم الاساسي في البطوله كورونا هتبقى مفتاح البطوله دي ونتمنى كمان ان المنتخب المصري ربنا يحفظهم كلهم ويبعد عنهم اي شر ان يكون في اجراءات احترازيه مشدده جدا جدا لان ده هيفرق معانا جدا هيفرق معانا انت ممكن لعيب يرجح كفة فرقته مابقاش موجود معاك في مباراه عندنا نجوم كبار بتوعنا صلاح وكل النجوم مش عايز اذكر مش عايز اذكر اسم بعينه ولكن مهم جدا ان احنا نحافظ على لعيبتنا اللي هيقدر يعمل اجراءات احترازيه جيده في البطوله دي اعتقد هيروح لحته بعيده لان في فرق كتير جدا البطوله دي بقى بطوله قويه جدا بطوله بطوله من يعني انا شايفها أه ما تقلش عن بطوله اوروبا وما ما تقلش عن عن البطولات العالميه الكبيره لان النجوم اللي موجوده هم نجوم انديتهم في اوروبا يعني النهارده ما تيجي تتكلم على ليفربول أه صلاح وماني أه تشيلسي مندي راجل مهم جدا 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 ف... وارسنال اوباميان كمان راجل من كباتن الفرقه ومن هدافين الفريق آه و... واسماعيل اسار وكل كل الفرق فيها نجوم كل الفرقة فيها نجم فبتو... فالبطوله الافريقيه بطولة... بطوله افريقيا ما تقلش اهميه عن البطولات الكبيره بالعكس كمان انت كل انت لو جيت النهارده طلعت الارقام احصائيات اللعيبه اللي موجوده عندك وارقامهم و... و... والقيمه التسويقيه بتاعتهم النهارده عندك في البطوله احسن اكتر قيمه في الدوري الانجليزي محمد صلاح موجود في بطوله افريقيا النهارده من هدفي الدوري الانجليزي المركز الثالث والرابع موجود معاك مانيه موجود السنه اللي فاتت وميانج كان بينافس لغايه اخر وقت فانت البطوله ما تقلش اهميه عن البطولات بطوله اوروبا او كاس عالم احنا ممكن نكون يعني الناس مش مش مفخمه من البطوله دي ولكن احنا لازم نبقى عارفين ان هي بطوله كبيره بطوله صعبه بطوله مهمه جدا ففيروس كورونا هيبقى سلاح يعني ضد فرق كتير جدا ربنا يعني يحمي لعبتنا ويحمي ولادنا وان شاء الله وان شاء الله نبقى نحقق البطوله ونرجع بفوز غالي ان شاء الله هنخرج من من فيروس كورونا وبطوله افريقيا هنروح لانتخابات الاتحاد السكندري انا شايف برضو انتخابات الانديه ما تقلش اهميه عن انتخابات اتحاد الكوره ليه لان اللي بيدير الكوره في مصر الرؤساء الانديه وال... والناس اللي بتتع... اللي, بت... اللي بتدير الكوره في مصر انا شايف ان الرياضه اهم من يبقى عندك لعيب كويس او اهم من عندك يبقى مدرب كويس لازم يكون عندك حد بيديرهم كويس ولو جينا اتكلمنا على اتحاد سكندري اتحاد سكندري فيها حاجه محمد مصلحي راجل يعني عامل طفره كبيره جدا 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 في الاتحاد السكندري راجل, راجل محبوب جدا 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 على مستويين على المستوى الرياضي والمستوى الاجتماعي راجل يعني مهني جدا جدا راجل ما عندوش قرارات متسرعه راجل بيعرف يقدر الناس اللي حواليه كويس جدا ومحبوب جدا جدا من جماهير الاتحاد السكندري وراجل عالم من اعلام اسكندريه عنده فريق محترم جدا جدا في كرة السلة وفرق من ال... يعني فريق من ال... من أعظم الفرق في أفريقيا وكمان و... وكمان عنده فرقة كورة بقت لا تقل أهمية عن زي زي فرقة الباسكت برضه. النهارده الاتحاد السكندري موجود في مناطق متقدمة في الدوري. الفترة اللي فاتت من حوالي ثلاثة أربع سنين كنا كل سنة النادي الاتحاد السكندري بينافس على الهبوط. عنده مشكله في دايره الخطر نادي الاتحاد السكندري عنده مشكله النهارده لما بتيجي ت... ت... تعمل كده احصائيه للمدربين اللي قعدوا فترات طويله هتلاقي ان الاتحاد السكندري هتلاقي ان الاتحاد السكندري النهارده اتحاد السكندري في المركز السابع هتلاقي ان الاتحاد السكندري من الانديه اللي حافظت على مدربينها فترات طويله النهارده كابتن حسام حسن كابتن حسام حسن النهارده موجود في القياده الفنيه بقاله فتره وقبل كده حتى قبل ما يخرج الفتره اللي قبلها قعد فتره طويله ف... الراجل عارف الراجل حتى لما تشوف الصور اللي قدامك الناس بتحبه والناس كلها حواليه ناس ملفوفه حواليه ومش ملفوفه مش مش ملفوفه حواليه عشان هو بتحبه وخلاص بيعمل حاجات انسانيه وبس لا بيعمل حاجات انسانيه الراجل مهني جدا في شغله و... وراجل بيهتم بكل الالعاب النهارده نادي الاتحاد السكندري اتطور جدا 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 فدي حاجه من الحاجات اللي اللي بتخلي الناس كلها تلتف حوالين حاجة محمد مصالح رئيس اتحاد سكندري وهنطلع فاصل وهنستقبل النجم الكبير جدا نجمنا نجم الريمونتادا كابتننا الكبير وكابتني وكابتن مصر كلها واللعيبه كلها لعيب من اللعيبه الناس كلها بتحبه وبنبارك له طبعا على عضو على عضويته لمجلس اداره اتحاد الكره المصريه المصري نجمنا الكبير محمد بركات إن شاء الله هيبقى موجود معانا بعد الفاصل، فاصل ونرجع مع النجم محمد بركات. هو طبعاً يعني بالنسبه للكابتن عوده في معظم اللعيبه في الفرقه يعني هو تعامل معاهم في الفتره اللي كان موجود فيها قبل كده انما في عناصر كتيرة برضو انضمت للفريق فكنا يعني عايزين نقرب منهم بشكل اكبر شويه من من القاهره، القاهره التمرين بيبقى في النادي واللاعب بيروح بيتهم والموضوع ضيق يعني برضو الوضع ضيق بالنسبه لنا الاسبوع الجاي اول مباراه مع البنك الاهلي ففضلنا ان احنا من معسكر بحيث يبقى نخش بسرعه في اللعيبه تعرف اسلوب لعبنا وطريقتنا واحنا برضو نقرب من اللعيبه ونشوف امكانياتهم اكتر فالمعسكر يعني بيبقى فيه فوائد كتير جدا في الناحيه الفنيه والنفسيه والاجتماعيه كل حاجه المعسكر دوت الحمد لله مش ماشي بشكل كويس جدا استعدادنا طبعا لكسر الرابطه بطوله كويسه جدا فكرتها هايله خصوصا ان في فتره توقف كبيره الانديه تقدر يقدروا يستفادوا من الماتشات ديت بدل الراحه ومعسكرات الماتشات بيجيب بتجيب اكتر بتخلي اللعيبه دايما محافظه على مستواها فنيا محافظه على مستواها بدنيا فا واحنا باذن الله احنا مستعدين للبطوله ان شاء الله ك بطوله تجريبيه وكمان عشان فترة دي الفتره ديت فتره انتقالات وفتره ديت مهمه جدا طبعا لكل الانديه ونتمنى التوفيق لزمايلي والانديه ان شاء الله اللي فيها. طبعا الكابتن محمد ودا لا غنى عن التعريف بيته نادي العرب ايه هو اشتغل معنا فتره المعسكر في الاسماعيليه الراجل شغل معنا فاجر وبعد العصر شغال معنا باقصى جهدي شغال معنا بيحفظنا طريقه لعبه هو ليه طريقه لعبه معينه ازاي مثلا ربنا يكرمنا خلي فريق المقاولين العرب في مكان الطبيعي بتاعه والراجل يعني بذل اقصى جهد معانا هو والفريق هو الجهاز الجهاز الفني اللي موجود معانا من خلالكم انا بشكر الكابتن عماد نحاس جدا الراجل اشتغل واجتهد واخلص ادى الفتره اللي كان موجود فيها على اكمل وجه أه تعب معانا جدا أه استفدنا منه بشكل كبير جدا سواء على المستوى العملي او المستوى الانساني أه خدنا خد النادي في مكانه تليق بالنادي في الفتره اللي, اللي فاتت اربع مواسم مع كابتن عماد النحاس موسم خامس موسم رابع الموسم اللي فات كنا في نص الجدول رغم كل الظروف السيئه اللي اتحطينا فيها لكن انا شايف ان هو ادى فترته على اكمل وجه فبشكره من خلالكم وبتمنى له التوفيق الفتره الجايه كابتن محمد عودة مش غريب على النادي في حوالي 10 عناصر او 12 كان كابتن عوده هو اللي كان كان قبل ما يمشي من المول العرب كانت اللعبه دي متواجده معاه فهو عارف الناس بشكل كويس جدا ثانيا هو متابع الفريق بشكل كويس لان المحله كان بياخد ماتشاته من المول العرب فهو متابع الفرقه بشكل كويس جدا ومذاكرها والفتره اللي فاتت في المعسكر شغالين على فيديوهات كتيرة جدا للفريق على الاخطاء اللي موجوده لان انت عارف كل مدير فني دي طريقه لعبه مختلفه. المعسكر ده فايدون كابتن بقى الناس اللي كانت عارفه كابتن عوده تبدا تاني تعرفه, تعرفه تعرف طريقه نظامه وطريقه قربنا من بعض وازاي نسترجع الروح اللي كانت كنا فاقدينها بس اخر فتره مع كابتن عماد محتاجين نسترجعها تاني وباذن الله نقضي بشكل كويس الفتره الجايه. دي يعني بالظبط يعني البطوله دي للاعيبه يعني انت تقعد فتره كبيره شهر شهر ونص انت من غير بطوله من غير تلعب اصلا ماتشات دي حاجه محبوطه للاعب يعني دي جت لحقتنا زي لحقت اللاعب يعني مثلا قاعد فتره محبطة ما فيش ماتشات ما فيش تبقى قاعد الحاله البدنيه بتاعتك هتقل. رجعنا مرة تاني في الريمونتادا مع النجم مع نجم الريمونتادا ونجم مصر و... وأخويا الكبير و... وواحد من من أحرف وأحسن اللعيبة اللي جاية في تاريخ مصر. آه... على المستوى الشخصي آه... الفرق بيننا مش كبير في السن ولكن أنا بعتبره مثل الأعلى راجل من الناس اللي كنت بستمتع بيهم آه... حاجه محترمه جدا تف... كرة شوي. تفهم كوره شويه تفهم كوره كويس لا <applause> حد يقدر يختلف على بركات <applause> حبيبي ومع كل ده بقى عضو مجلس اداره اتحاد الكوره الجديد الف مبروك يا كابتن بركات ربنا يخليك عادل ومبسوط طبعا ان انا معاك انا اللي معاك لا انا, أنا اللي معاك سعيد بيك وربنا يكرمك باذن الله الفتره اللي جايه ان شاء الله ربنا يكرمك يا كابتن اول حاجه كده هنخش على الجمالة العموميه على طول عايز تقول ايه الجمال والله طبعا يمكن في البدايه انا طبعا بشكر الجمعيه العموميه والحضور امبارح ناس فرحانه ان هيبقى في انتخابات انت عارف ان احنا بقى لنا حوالي تلت سنين اه يعني سنتين ونص او اكتر شويه بمجالس معينه كنا دايما بنتكلم ان مصر اكبر من كده واحنا ما ينفعش ان حد يبقى متحكم فينا او بيديرنا من من بره والناس كانت مستنيه كده الناس اعضاء الجمعيه العموميه جم وكل واحد قال قال رايه بشكرهم وطبعا انت عارف دايما الانديه بيبقى لها اكيد طلبات واحنا طبعا بقدر الامكان بقدر المستطاع انت تحاول ان انت الناس اللي وثقت فيك ان انت تعمل لها احسن حاجه اه يعني وحط تحت كلمه قدر المستطاع دي 100 خط عادل لان طبعا اه مش في كل الاوقات مصالح انديه الجمعيه العموميه بتتفق مع مصالح الكره المصريه انت عارف ممكن ان انت بقى في قرارات معينه انت بصص لها اه عايز تنفذها شايف انها في المصلحه ممكن بتبقى تتعرض مش في مصلحه تتعارض مع مصلحه الانديه عشان كده بقول لك بقدر المستطاع ان شاء الله هنحاول نحقق طلبات الناس اللي وثقوا فينا ولكن في نفس الوقت عايز اقول لك ان في ساعه ما هتتعارض يعني المصالح فاكيد طبعا مصلحه الكره المصريه هي دايما اللي بتبقى في المقدمه آه عموما بقول لهم شكرا على ان إنتوا جيتوا آه قلتوا رايكم شكرا على ثقتكم فينا احب برضو اشكر قائمه استاذ محمد ابراهيم سالم أه الناس شافت في نفسها عملوا قائمه ناس محترمين شافوا في نفسهم ان هم ممكن يترشحوا ويبقى عندهم فرصه ويبقى عندهم افكار ان هم من خلالها يديروا وده حاجه يشكروا عليها محاولتهم للمشاركه وليهم مننا كل, وليه. كل احترام طبعا كل احترام طبعا وتقدير يعني والحمد لله مرحله خلاص الانتخابات وخلصت ونبتدي بقى ان شاء الله الفتره اللي جايه نبتدي بقى نقعد مع بعض ونشوف ايه اللي ممكن نقدمه ولكن طبعا اهم حاجه بالنسبه لنا الفتره دي هتبقى تعرف كاس الامم ومنتخبنا اهم ملف طبعا طبعا احنا يهمنا ان احنا نظهر بمظهر كويس وان احنا ان روح الناس دايما بنقول ان هي بتبقى عشمانه في المنتخب بزياده دايما احنا بمناسبه العشم اخش بقى على طول في في العشم المجلس الجديد فيه اتنين نجوم كبار جدا جدا على المستوى الكوره في تاريخ مصر كابتن محمد بركات وكابتن حازم امام ودايما في كل مكان كل مجلس الناس بتبقى شايفه ناس معينه النجوم الكبار بيبقوا معولين عليهم اكتر انت شايف التجربه دي هتبقى عامله ازاي والله يعني يمكن انا كنت سامع في الـ في الـ في الانترو عادل كنت بتتكلم ان الخبرات لما بتعدي على مواقف بتكتسب منها خبرات وبتزودك اتكلمت على حازم ان هو كان في دوره سابقه كان عضو مجلس اداره في الاتحاد زبت. وجودي في مع منتخب مصر كمدير للمنتخب سنتين اضاف لي الكثير طبعا واكتسبت خبرات كبيره ولكن زي ما انت بتقول دايما الناس بتبص للعيب الكوره خصوصا في الحته الفنيه وعشان كده يمكن اما استاذ جمال اتكلم معانا فهو يعني دايما مودينا في الحته اللي هي الفنيه بالنسبه لكل المنتخبات مش هي المنتخب احسن من الاول والمنتخب الاولمبي ومنتخبات الناشئين 2003 و2006 وان احنا نبتدي نطور ويمكن انت وانت بتستعرض القرارات النهارده تكليف اه يعني هنقعد ان شاء الله في خلال الاسبوع ده مع الاجهزه الفنيه للمنتخبات الناشئين خططهم ايه؟ البرامج اللي هم حاطينها؟ المعسكرات اللي هيعملوها؟ المباريات اللي هم عايزين يعملوها؟ لازم كل دوت نطلع عليه ان شاء الله في خلال الاسبوع ده على طول وبرده في نفس الوقت هيبقى برده اكيد في جلسه مع مستر فنجاده يمكن كان علمي يعني حسب ما علمت ان هو كان مسافر وان هو المفروض جه النهارده برضه في خلال يومين الجايين دولت برضه هيبقى المفروض انا وحازم برضه هنقعد معاه ونشوف خطته ايه في في التطوير الفتره اللي جايه لان دوت برضه ملف من ضمن الملفات طبعا المهمه لان ناس كتير اتكلمت فيه ده ملف خطر جدا وكانت الناس بتسال مستر فنجاده فين الفتره اللي فاتت دي كلها وناس كتير بتتكلم وفلوسه ومش فلوسه واحنا مش شايفين شغل والكلام ده انا بكلمك بكل صراحه طب في تصورات هنقعد معاه لا في تصورات غير اول حاجة... حاجه قبل ما تقعدوا معاه في تصورات للمنصب ده لازم 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 اسمع منه كويس انا هو انا وحازم ونعرف هو ليه الشغل بتاعه ما بيوصلش للناس يعني لو في شغل ليه ما بيوصلش للناس ليه الناس واخده انطباع ان في اختفاء تام بالنسبه لمنصب منصب شرف يعني الناس حاسه انه منصب شرفي والله يعني يمكن هي الناس رابطه ممكن بالموقف اللي كان حصل مع الدكتور محمود و... وان اتعامل بطريقه يمكن وحشه في مساله ما كانش في تقدير و... ليه او ما كانش في تقدير لان الكابتن محمود طبعا قيمه كبيره جدا طبعًا. عندنا كلنا يعني ده الراجل كان بيشتغل وكان عامل شغل كبير جدا و... فممكن تكون الناس كانت تعاطفت معاه كتير فممكن يكون وارد يكون بعد كده كان في ظلم على فنجاده وارد ان مستر فنجاده ما كانش الناس مدياله مساحته قوي فهو الراجل برضه من حقه ان هو طب مش هديله مساحته يا كابتن بركات؟ الناس هي اللي جايباه معرفش الناس هي يعني... اللي جايباه والناس المفروض هو الراجل جاي بس وراجل بس اللي عنده كم خبرات كبير جدا بس مش هياخد مساحته يعني ليه بص ما تسالنيش في, في اللي فات في اللي فات خلاص راح طب انا بسالك في اللي جاي و... وبنشكر كل الناس اللي كانت موجوده لان كل الناس اشتغلت و... وتعبت انا بشكر اللجنه الخماسيه طبعا استاذ عمرو الجنايني وطبعا فضل معاه والدكتور جمال <تصفيق> دكتور احمد <applause> عبد الله ودكتوره آه... صح يعني بشكرهم بشكر كمان اللجنه الثلاثيه وان يعني شاء الله نبتدي احنا نشتغل وزي ما بقول لك نقعد مع مستر فنجاده ونعرف شغله ايه وتطلعاته ايه للتطوير الفتره اللي جايه خصوصا ان احنا عندنا المنتخب ويمكن هتبقى فرصه ويمكن استاذ جمال هو طالع رئيس البعثة مع ست اللي هو حلمي مشهور ولكن يمكن أستاذ جمال مش هيقعد المدة كلها مدة طويلة فممكن يرجع يقعد يباشر عمله شوية في الاتحاد ممكن ناس تانية تكمل. فينا تسافر ولكن وجودنا عامة الفترة اللي بس أنا شايف يعني إن مفيش أحسن منك أنت وكابتن حازم حد يبقى متواجد في البطولة لا ان شاء الله هنبقى متواجدين باذن الله آه. يعني ان شاء الله يعني زي ما بقول لك كده ممكن قدام شويه بس زي ما بقول لك احنا عندنا الاعداد دي بالنسبه لنا مهمه جدا مع الاجهزه الفنيه و... للمراحل السنيه 2003 و2006 حابين ان احنا نعمل الحاجات دي في الاول قبل ما نبتدي نفكر يعني ان احنا طب في اي تصورات للمنتخبات دي المنتخبات دي برضو بص لما آه تشكلت؟ المنتخبات دي لما تشكلت برضو كان الامور كان فيها مش هقول تسرع ولكن جت مره واحده كان في وقت وجيز جدا المنتخبات دي اتشكلت هل بقى في في تصور جديد للمنتخبات دي للهيكله ولا لا لسه؟ لا لا لسه ما اقدرش اقول لك ولكن عايز اقول لك ان كل شيء آه وارد كل شيء وارد م. انت بتتكلم صح ممكن في وقت صغير ممكن ما تاخدش وقت ما جدا آه تاخدش الوقت الكبير للاختيارات ولكن آه كلهم ناس آه محترمين ليهم ليهم طبعا ليهم مننا كل احترام ناس طبعا ما اقدرش كده و... ولكن احنا بنتكلم على ال... على الفتره كانت صغيره جدا كانت صغيره بس هو يعني انت بقول لك كل حاجه هتبقى ورده ولكن الحاجات دي عادل مش من مش من يوم وليله يعني على فكره يعني اما قابلت ناس وكانت طبعا اكيد بيسالوني اسئله معينه و... وتبقى راحه في كذا اتجاه في ناس بتبقى متخيله ان احنا مثلا ايه كسبنا الانتخابات امبارح مثلا يوم خمسه فانت سته طالع بقى قرارات وهتعمل ده وده يجي وده يمشي وده يعمل عمر ما الدنيا ما بس كده بس انا وجهه نظري النهارده في القرارات فيها حاجه حلوه جدا البدايه صح يعني 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 لو ح... لو انت شايف الملفات اللي اللي اتقسمت لا الملفات راحت للناس كل واحد, واحد, رايح. واحد كل 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 حاجه راح راحت بالظبط راحت للمختص بتاعها, للمختص بتاعها. مهندس الدردري الدرندلي عنده حته التعقدات والعقود عامل والحاجه عامل عنده الحته بتاعته وفيها تنسيق هيبقى تنسيق رابطه الانديه الكوره الاشراف الفنيه و... كابتن حازم وكابتن وكابتن بركات فانا شايف ان البدايه لو في حاجه كمان كويسه برضو اللي لا... هي اللاعب اللي كان في اسوان ما يعرفش يلعب غير في اسوان دي حاجه دي, دي كارثه اه يعني كارثه جدا حاجه كانت مهمه جدا ان انت تك... ان احنا يعني نتكلم فيها و... و... ونلغيها وعلى فكره هو الموضوع كان بيتمرر يعني انت زمانك دلوقتي كنت بتلعب في السكه مش هتخرج يعني مش من السكه أه, اه وعلى فكره عايز اقول لك ان الموضوع كان بيتمرر يعني مم. يعني هو بغض النظر عن القرارات دي ولكن الموضوع كان بي... بيتمرر وبيعدي يعني بس ما ينفعش اللي عنده ما ينفعش تبقى انت لا طبعا لازم يتلغي ما ينفعش انا كأيه. اكبر اكبر مؤسسه بتطلع قرارات يبقى يعني طالع منها القرار ده قرار كارثه يعني ممكن اعمله في منطقه يعني مثلا لو في منطقه منطقه مثلا ال الجيزه يقول لك مثلا تلعب هنا لكن ده الاتحاد المصري القرار كان كان غريب وهو دايما لما بيبقى في قرارات غريبه هي بيبقى في انتقاد ويمكن احنا فاكرين الفتره اللي كانت لها فيها القرار كان في انتقادات من الناس كتير جدا, جداً. فكان ده من ضمن الحاجات اللي انت لازم ده طبعا والجميل ان القرارات اتخدت بسرعه يعني النهارده القرارات اللي طلعت في قرارات اتخدت بسرعه وكمان الثلاث تغييرات بتوع الدرجه الثانيه دي كانت برده كانت طبعاً كانت غريبه جدا طبعا فوق بتلعب مثلا بخمسه وناس تحت بتلعب مثلا الساعه 2 و3 بتسافر في نفس اليوم وفي انديه بتسافر في نفس اليوم و... و... وفي بتضرب مشاوير وفي الظروف اللي احنا فيها برده بتاعه كورونا فبرده يعني كان ثلاث تغييرات ما ينفعش فكان لازم اصاب اللي بيحصل في القسم الاول كان لازم يحصل فانا بصراحه دهود. شايف ان البدايه موشرة انا بالنسبه لي بدايه لا خد بالك كمان <applause> يعني في حاجات إن حتى النهارده كنا بنتكلم فيها واحنا قاعدين عادل يمكن لو تابعت يعني حاجات ممكن تكون حاجات بسيطه بالنسبه للناس ولكن حاجات مهمه جدا وبيبقى محتاجه فيها يعني تدخل سريع زي لو تفتكر الفيديو اللي اتعرض وانتشر على السوشيال ميديا الفتره اللي فاتت الاسبوع اللي فات بتاع اللعيب <applause> كده طبعا على طول يعني يمكن انا بشكر الكابتن محمد حشيش منطقة القاهرة حارس مرمى ونشيط نصر اه طلعوا طلعت العقوبات و... وبعتوا فاكس ال... للاتحاد عندنا بال... بالعقوبات اللي اتخذوها مع توصيات ب... بشطب وما كانش بخصوص حارس المرمى بس يمكن والعقوبات ايه يا كابتن؟ المنطقة كانت بعتة بإيقاف حارس المرمى سنة ميلادية كاملة <applause> وغرامه 2000 جنيه وتوصيه بالشطب بالشرب. ومعايا لعيب تاني في الفرقه برده في منشيه ناصر برده سنه ميلاديه مع التوصيه بالشطب و2000 جنيه غرامه والمدير الفني لمنشيه ناصر نفس الموضوع طب ليه ليه توصيه مش شطب على طول؟ والله هو بيحاول الفرد يعني, يعني الفرد. هو هو بيوصي وبيبعت لاتحاد الكوره هو اللي بياخد يعني. القرار, م. فانا اتفاجئت يمكن هو كان الموضوع في الفيديو ما كان اتعرض هو اللي واضح قوي حارس المرمى أوه. يعني فطبعا دلوقتي كان في حاجه اه في حاجه آه. كان في, في, حاجات ثانيه تاني. انما كابتن محمد حشيشه ما كنا جبناه على التليفون كان اتكلم على المدير الفني ومساعد المدرب برضو ان هم اتهجموا على تطاولوا آه. على الحكم آه ولكن طب يمكن اللعيب التاني اللعيب التاني ده كان جديد بقى بالنسبه لي هو ايه طيب؟ ما, ما, شفتوش ومش باين في الفيديو هنعرف وهنطلع على مم. تقرير يعني تقرير مش عايزين تاخدوا قرارات سريعه بالضبط ولكن تتريثوا في اتخاذ القرار يعني شفت حاجه يعني شفت حاجه انا من اسبوع وانا قاعد هنا وكنت مقدم انا قلت حارس المرمى ده لازم يتشطب مم. لازم يتشطب المنظر إن اللي انت شفته ده ما ينفعش ان احنا نشوفه وبعدين ما ينفعش ان انت بتتكلم انت يعني ممكن تعديها لناشئ صغير في سن 12 سنه و13 سنه هتعلم سنة بتتكلم اللي جايه بتتكلم في 18 سنه ده راجل المفروض 18 سنه ده بيلعب خلاص ده راجل درجة, درجه اولى اه درجه, درجة اولى فانا ما ينفعش والمشهد, ما والمشهد أنا المشهد معانا كابتن وعلا وانا رايي مش مش هيتغير طبعا يا والله كابتن بركات انا شايف يعني ان أنا المواقف اللي حضرتك بتتكلم فيه ده مم هو ده الطبيعي اللي احنا اتربينا عليه واللي احنا عشناه طول عمرنا يعني النهارده القرارات دي انا شايف ان هي قرارات طبيعيه بس اللي قبل كده انا حاسس يعني مش عايز برضه نخش في اللي قبل كده بس هو اللي قبل كده اللي هو ما كانش طبيعي انتوا رجعتوا عملتوا رتبتوا الاحداث بشكل تاني و, و لا وعلى وفي فكره وفيها وفيها تاني وفيها قرارات محترمه ف خلاص اللي فات خلاص راح لحاله يعني بص يا كابتن عادل يعني احنا جينا دي طبعا انت عارف اولا مسؤوليه كبيره واللي بيجي في مكان زي كده دايما بيبقى محطوط محطوط الموضوع تحت مختلف فانت هتيجي تعمل المفروض هو هما سنتين ونص مش يعني لحد الانتخابات اللي جايه بعد الدوره الاولمبيه 24 ده كتير جدا يا كابتن بركات يعني سنتين ونص ده رقم كبير جدا بالنسبه لنا كويس احنا ده رقم ده رقم كبير جدا فيهم كاس امم تانية ايوه لا مكاس 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 عالم. انا قصدي انا قصدي ان احنا في خلال الفتره ديت عايزين نعمل حاجات كويسه ونقدم احسن حاجه وتشوف ايه المشاكل اللي, بت... اللي بتواجهك اللي انت بتحاول ان انت تحلها يعني مثلا منظومه كره القدم كابتن عادل من ضمن الحاجات المهمه بالنسبه لها طبعا وحاجه اساسيه جدا حته التحكيم دايما ناس كتير جدا ما بتبقاش راضيه مثلا عن حته التحكيم اعتراضات كتير من الانديه على التحكيم ده حصل منه ايه وده حصل ساعات بتبقى الموضوع اوفر بالنسبه للانديه وساعات الانديه بيبقى عندها حق وبيبقى فيه غلطات للحكام هنبتدي نشوف برضو وهنقعد هنتكلم في التحكيم وهنشوف ممكن نعمل ايه الفتره اللي جايه طبعا كابتن ملف مهم جدا كابتن عصام طبعا قامه كبيره جدا وموجود معانا و... ويزود اي اي حد و... ولكن برضه هنقعد هنشوف ايه اللي ممكن إحنا ممكن أعمله. نستعين بحكام اجانب ممكن لا حكام مش موضوع حكام ممكن أجانب. عندنا سيستم ممكن... ممكن يبقى مثلا في ناس تيجي تدي محاضرات هل ممكن توصل ان انت تجيب مثلا رئيس لجنة حكام كل ده هيبقى مطروح مقدرش انا <applause> اديلك في قرار ولكن دي من ضمن الاولويات بتاعتنا ان احنا نحاول ان احنا ننهض بالمنظومه التحكيميه وتبقى احسن من كده وتبقى الانديه راضيه عنها بدرجه اكبر من كده لان مهما عملت في الاخر مش هيبقى في هتفق. اخطاء تحكيميه دول بشر في الاول في الاخر بشر دايما هتلاقي في اعتراضات من الانديه ولكن احنا عايزين نقللها. نقللها الى ابعد الحدود وان كل واحد يبقاش في نتائجها مؤثره دي من الحاجات برضو اللي ممكن نفكر فيها كابتن عادل آآ آآ المسابقات بتاعه القسم القسم الثاني يعني برضو دي حاجات ممكن احنا ممكن تبتدي تشوف كلام فيها وتبتدي ممكن تشوف شكل جديد ان احنا ازاي نعمل مسابقه تبقى قويه جدا في القسم الثاني تخلي ممكن واحده كل شيء وارد يعني مم. بس يعني ديت الحاجات اللي احنا مهمة بالنسبة لنا يمكن كنا دردشنا فيها ولكن م. كل ده مش هتحسن غير ما بنقعد ونبقى على ترابيزة واحدة ونشوف احنا بس ممكن دي ملفات يعني يعني الوقت يعني حياتك بتقول لي احنا عندنا سنتين ونص انت مجرد انك تطرح الملفات دي كلها في وقت قليل دي حاجة مبشرة انا بالنسبة لي انا مستوى الشخص دي حاجة بالنسبة لي مؤشرة انك انك اتكلمت في كل حاجة <applause> يعني حياتك كل اسئلة عايز اسألها, اسألها, اسألها لك انت بتتكلم فيها من غير ما تعرف ايه الاسئله لا ما هو انت بص انت حضرتك يعني انا 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 دلوقتي حغير أنا, انا دلوقتي حغير مم. انت دلوقتي لما اتعملت رابطه الانديه برافو عليك ما شاء الله فجاه مم. في ساعتها بقت كل الناس بتتكلم في ربطة رابطه الانديه وعملت طفره رهيبه في الكره المصريه وكل الناس مبسوطه طب ب... بما كل حاجة. فانا ربنا ربنا ربطة. ليه كانت كوره ما مع الرابطه اكيد طبعا اكيد طبعا واكيد ما ينفعش ما يبقاش في تنسيق اتحاد هيبقى في تنسيق ما بينه وما بين كل الـ كل الـ كل الجهات بس انا بس عشان ابقى ما اروحش منك في النقطه ديت انا ليه؟ انا كاتحاد برضو حغير عايز برضو اجي وعايز اعمل الصالح وعايز كل الناس تقول بدل ما تهاجمني كاتحاد لا تقول الناس ديت في بتتكلم في حاجات كويسه في حاجات ممكن تطور الكره لان احنا يعني مش قليلين وبعدين احنا بقول لك احنا بقالنا بعاد بقالنا سنتين ونص كتير. وما عندناش مجلس فيهمني ان انا وانا موجود في في المكان دوت انا اكيد يهمني ان انا انجح انا متعود ان انا اتحط تحت ضغوط يعني كمحمد بركات كشخصيه نادي النادي الاسماعيلي جمهوره تحت ضغط النادي الاهلي تحت ضغط منتخب المنتخب تحت ضغط اعلامي و... تحت ضغط آه, اه كل حاجه يعني انا بحب اتعامل مع الموضوع دوت ومن الناس اللي هو يعني صدر واسع في موضوع الانتقاد يعني ما تلاقيش سنه ونص انتقاد محترمين سنتين سنتين مقبولين طب يا كابتن بركات انت شايف ان اللاج... ال... 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 رابطة ربط... الاندية شالت حمل كبير جدا من على الاتحاد بالنهاية هي اللي بت... بتنظم او بتدير بطوله الدوري؟ طبعا مفيش شك ده حمل كبير اوي ده اكتر من م. 50% يعني مم. كان الاتحاد يعني كان دايما هو الاتحاد صدمات الاتحاد كلها صدمات كلها في الاتحاد وانت بتتكلم في اهم مسابقه عندك يعني خلاص اهم مسابقه ليها ناس مسؤوله عنها هي اللي بتديرها وبتديرها بشكل كويس بمشاكلها بقى بكل حاجه وهم ما شاء الله قادرين ان هم يتعاملوا باحترافيه آه باحترافيه مع أو. الوضع يعني و وكل مره بنشكر سياده النائب احمد دياب طبعاً. بصراحه على الحاله اللي هم عاملينها يعني وربنا يوفقهم يعني وتبقى الدنيا احسن من كده كمان السنين الجايه ولسه اللي جاي انت والفترة انت اللي جاي. ده ده في خلال ثلاث شهور من بدايه الدوري لغايه دلوقتي انت شايف انجازات كبيره جدا وكمان انا متفائل بال بال بالمجموعه بتاعه اتحاد الكوره كمان أيوه. الاثنين مع بعض الاثنين اتحاد الكوره والربطه اه انا انا بالنسبه لي ممكن اعتبرهم حاجه واحده لان الاشخاص اللي موجوده لما يبقى الرابطه فيها نائب احمد دياب وكابتن عماد متعب والحاج عامر حسين واتحاد الكرة فيه كابتن بركات وكابتن حازم طبعا الاستاذ جمال علام ومعاهم حاج عامر حسين كمان موجود فالمصلحه واحده فمش هيبقى في تعارض انا وجهه نظري مش هيبقى في تعارض كبير في, المصلحه العامه بص ما دام يعني هو لو كل لو كلنا اشتغلنا تيم واحد الموضوع بيبقى اسهل بكتير وبنسهل على نفسنا ما حدش اعتقدش ان احنا في حد مثلا عايز ينفرد بحاجه أو ينسب حاجه لنفسه او يفرد رايه على حد او هو أو بمعنى اصح يعني خلانا اقولها لك بالبلد يعني عايز ياخد لقطه عادل او كده احنا يعني جايين ما فيش تفكير يعني انا كواحد لسه جاي امبارح ولكن ممكن اسبق لك سنتين ونص مثلا في الانتخابات الجايه ما اعتقدش ان هيكون من تطلعاتي ان انا ابقى موجود فعشان كده الفتره اللي انا ابقى موجود فيها ديت عايز اطلع احسن حاجه اعمل احسن حاجه وان شاء الله باذن الله يعني برضو بمساعده الناس لان احنا دايما الدعم بيبقى والمسانده مهمين جدا من كل حاجه فنتمنى ان الاعلام يبقى مساند معانا وان شاء الله باذن الله كلنا مع بعضنا كاتحاد وكرابطه وكاعلام كلنا مصلحه الرياضه المصريه نسعى للنهوض بالله طب حضرتك ليك تصور خلينا برضه نكمل الملفات اللي هي بتاعت الدرجه الثانيه والناشئين، في تصورات ثانيه لمسابقات الناشئين؟ مسابقات الناشئين برضو احنا زي ما قلنا احنا اختيارات كانت المنتخبات الناشئين كان فيها سرعه شويه او تسرع برضه المسابقه ذات نفسها هل في تصورات؟ لازم بص ما فيش تصورات حاليا لان احنا برضو ما اتكلمناش لسه عادل احنا لسه جايين امبارح. لا ولكن برضه في تصورات ممكن إن انت ممكن تكون كأنت في ملفات لكن عندك تصورات لحاجات ثانيه. برافو عليك يعني هو حته المسابقات الصغيره دي انا لازم اشوف اقويها ازاي؟ تبقى قويه ازاي؟ تتعمل ازاي؟ آه ازاي تفرز لعيبه تبقى ما تخش المنتخب لان خد بالك ده اللي انت بتعتمد عليه ده هو ده الفكر اللي جاي لان احنا عليك. اما كنا واحنا صغيرين بنلعب مع المنتخبات بتاعت غانا ونيجيريا كان نش... بيبقى الناشئين والشباب والاولمبي و... موضوع كبير الفرق مم. الفرق, الفرق كبير قوي وبعدين كنا نزعل لما نخسر منهم وبعد كده نتفاجئ الناس دي وصلت بعد... حسبنا كاس عالم بالزبط. وتلاقيها بتلعب كاس عالم نهائي كاس عالم ويكسب كاس العالم وكده وبتفوز بكاس عالم ناشئين وشباب و... لو عملت دوري قوي ويبقى دوري محترم تحت بالنسبه للمسابقات دي هيبقى سهل على المدرب ان هو يختار وهتلاقي ودايما برضو خد بالك من ضمن الحاجات اللي اتكلمت فيها برضو الاهتمام بالمنتخب الاولمبي لازم يبقى اكبر من المنتخب الاولمبي اللي فات دي حاجه انا قلتها برضو الاسبوع اللي فات لان المنتخب الاولمبي اللي فات كانت الدنيا اسهل شويه لانهم كلهم نجوم طبعًا. كلهم وكلهم مسمعين وكلهم بيلعبوا وكله اساسيين في القاهره انت كده كده متاهل غير ان ما برضه عندهم بس نقطه مهمه خد بالك برضو... اساسيين مع انديته مع وكده ممكن اشتغلت كل... بقى شويه المجموعه اللي موجوده دلوقتي مش واخده نفس حظهم يعني او مثلا مش كلهم اساسيين في انديتهم او 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 لسه الناس ما عرفتش اساميهم او فدوت برضه لازم الاهتمام ودلوقتي بيه ودلوقتي بي كمان منتخب اول منتخب الاول دلوقتي ثلاث ارباع ما شاء الله ده كتير ومت... يعني ما شاء الله يعني طب حاجه افكرك بحاجه برضو بمناسبه الفتره بتاعت الناشئين والمنتخبات دي لو جيت بصيت لمنتخب 98 هتلاقي اللعيبه اللي موجوده كلها دي البطولات اللي انا شفتها اللي انا يعني في ذاكرتي هتلاقي ان اللعيبه كلها اللي موجوده كانت في منتخبات ناشئين وشباب لعيبه هتلاقي متحد الهادي وحسام حسن وابراهيم حسن وحازم امام وهاني رمزي وصعب سطر كلهم كانوا نواه منتخب الشباب والناشئين لو جيت بقى شفت جيل كابتن حسن برضو اللي هو 2006 و8 و10 لو جيت هتلاقي ان برضه كان في جزء مع كابتن شوقي غريب في منتخب الشباب والجزء اللي بعده كان مع كابتن حسن في منتخب الشباب مت... متذكر أنا الفتره أنا دي بس قصاد كده قصاد كده في منتخبات بتيجي وبتلعب وبعد كده خلاص بتتلغي وبتتنسي وبعد و... كده ما تلاقيش ولا لعيب فعشان ما ما كده ازاي الربط بعد كده ان يبقى في استمراريه في الحته دي ما هو اللعيبه دي كابتن بركات يعني مثلا جيل كابتن حسن والكابتن شوقي الجيل ده اقل و... لعيب لعيب له مثلا 60 مباراه دوليه اقل لعيب في الجيل ده انت النهارده بتيجي في ال... في ال... في التصفيات اللي فاتت كل لعيب ما بيعديش 6 7 ماتشات دوليه يعني في ناس لعبت و... ب... تصفيات كاس افريقيا او تصفيات كاس عالم وما فيش خ... ما لعب... يعني ما لعبت لهاش خ... اربع خمس ماتشات فدي برده حاجه من الحاجات لا وبعدين انت دلوقتي بتتكلم يعني. منتخب اولمبي بتقول دلوقتي في المنتخب الاول كام واحد في المنتخب الاولمبي دلوقتي الأساس. موجودين في المنتخب. ده شيء مفرح ده شيء يديك يعني يديك لقطة كده إيجابية إن إحنا جايين وإحنا سهل جدا إن إحنا على السنين اللي جاية عندك متسع من الوقت الشباب اللي أنت بتتكلم فيهم اللي عنده 23 سنة 24 سنة دوت لسه قدامه على الأقل سبع ثمان سنين يلعب بكل عافية فينقلك في مكان حاجة إيه؟ طبعا وكمان في حاجة تانية ممكن تبقى يعني مش هقول إن هي خارج بعيد عن السياق ولكن أنا شايف إن هي برضو حاجة مهمة الجهاز الفني في 2006 و8 و10 كانوا هم اللي ماسكين منتخبات الشباب فكان في قيمه كان في قيمه كبيره للمدرب انت يعني النهارده كابتن شوقي هو اللي كان ماسك منتخب الشباب بقى المدرب العام للمنتخب كابتن حسن شحاته كان المدير فني لمنتخب 83 وهو المدير الفني المنتخب كابتن حماده صدقي كان المدرب العام لكابتن شوقي كابتن احمد سليمان كان مدرب الحراس في كاس العالم في في جيل 81 فده برضو دي نقطه مهمه اختيارات المدربين المنتخبات اختيار المدربين إن هو برضه ده كمان هو المدرب ممكن يبقى أنت بتعده لأن هو يبقى في يوم من الأيام مدير فني المنتخب هو كلامك مظبوط بس هو مش يعني هو مش شرط إن هو يتحقق مش على طول يعني مش يعني بس هو ساعات بيبقى فيه صعوبة إنها 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 تتحقق أه ساعات بتفكر في المدرب المصري وساعات بتفكر في المدرب بس الأجنبي. بس ما عندك اختيارات م. يعني أنا النهارده أنا أقول بالك احنا عندنا مدربين بس يبقى عندي عندنا مدربين كويسين جدا حتى جوه الاتحاد حتى وبره الاتحاد يعني انت حتى اما تيجي تتزنق في اي وقت ولا عايز تجيب حد ولا حاجة احنا عندنا مدربين وعندنا كوادر في الناحية التدريبية على قدر كبير جدا فرضوا نفسهم يعني عندك المدربين الكبار الأسماء الكبيرة بتاعت زمان وعندك الشباب اللي فرضوا نفسهم الفترة ديت فأنت ما عندكش مم. مشكلة خالص في موضوع المدربين طيب هنروح للمنتخب خلصنا ملف اتحاد الكورة ونروح ملف المنتخب هيبقى فيه شوية أسئلة كده قعدت أنت زنقتني فيها من فترة <applause> لا أنا زنقتني كتير الفترة اللي فاتت دي في أسئلة فاجئتني <applause> <بقى. تصفيق> هنكملها <اسأل> بعد <تصفيق> الفاصل يا <applause> كابتن بركات <applause> نطلع فاصل ونرجع نكمل مع كابتن بركات ورجعنا تاني في الريمونتادا مع النجم الكبير وعضو مجلس إدارة اتحاد الكورة كابتن محمد بركات تخش بقى في اسئله الجامده ولا ايه؟ خلينا زي ما احنا. هات يا عم هاتي. هات اللي عندك. انت قلت كل حاجه، انت قلت ما شاء الله يعني راجل محضر كل حاجه. بصراحه وانا قبل ما اسألك بسالك يعني كل سؤال ليه اجابه انت قلتها كلها، قلت كل الاجابات اللي احنا نفسنا نسمعها ما هي كل الاسئله دي دايما هي بتبقى في دماغ الناس إيه الحاجات اللي انا بكلمك فيها النقط دي بالذات يعني ما في حاجات كتير قوي لسه هنشوف هنتكلم فيها وبتاع ولكن دايما في نقط بتبقى الناس قاعده مستنيها فاكيد ديت دي اللي انت بتبقى لفت نظرك من البدايه فبتبقى كويس ودي حاجه كويسه تتكلم فيها طبعا دي حاجة, حاجه كويسه جدا لان الناس برضو بتشوف رؤيتك وبتشوف رؤيه ال... انا بالنسبه لي النهارده لما جيت بتكلم في في مجالس ادارات كده او في مجموعات بتتعامل مع واحد طريقته او مش طريقه تفكيره مختلفه عن تفكير التاني ممكن هو يقول لك حاجه وواحد تاني يقول لك حاجه تانيه بس اللي بان النهارده من البيان من القرارات الجديده واضح ان الكلام لا الكلام واحد يعني النهارده لو جيت كنت مع حد تاني مع كابتن حازم اكيد هيقول اللي حضرتك بتقول ودي حاجه برضو من الحاجات ال جدا من ضمن الحاجات كمان اللي هي كويسه جدا على فكره تجديد الثقه في وليد العطار. طبعا يعني وليد العطار لما يكون معانا وليد العطاء. عنده خبرات كبيره جدا في وجوده مع اي مجلس اداره لان وليد العطار راجل شاطر جدا 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 في شغله وراجل حتى على المستوى الانساني حتى بره شخصيه مهذبه وشخصيه محترمه جدا يعني فده برضه انا سعيد بوجوده معانا يعني. منتخب منتخب انت شايف المنتخب يعني الفتره اللي فاتت بطوله عربيه وقبلها البطولات تصفيات شايف المنتخب ماشي بشكل يعني كويس يعني, شا يعني انت هو ده المنتخب عمل كل حاجه ترضينا ولا لسه مستنيين منه حاجات اكتر لا 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 اكيد بص دايما يعني لعيب الكوره ما بيوصلش لدرجه الكمال ولازم يبقى لعيب الكوره طماع وما يرضهوش اي حاجه يعني طول ما حتى لو انت كويس قوي انت عايز تبقى كويس قوي قوي فما مفيش شك الدنيا مشيت معانا خدنا يمكن دخلنا المربع الذهبي في في كاس العرب مركز رابع وكنا ممكن في الماتش الاخير كنا ممكن ناخد المركز الثالث كنا ممكن برضه نتجنب الهزيمه قدام تونس وكنا ممكن نبقى موجودين في المباراه النهائيه لان في المجمل احنا عملنا جيم كبير في قطر عامه في كان عندك مكاسب كتير في المباراه طبعا مكاسبك في اللعيبه اللي انت شفتها حتى حتى اللعيبه اللي هي ما, ما تمش اختيارها برضو ما تم برده ما طبعا اكيد وما تمش اختيارها كمان لظروف معينه يعني انت مثلا علشان هي برضو الناس استغربت ودي برضو من الحاجات اللي انا اتكلمت فيها عادل مم. الاسبوع اللي فات ان ما تستغربش مثلا ان فلان كان كويس جدا في البطوله فبعد ف... ممكن تحتاجه ممكن تحتاجه قريب ايوه لا غير كده طب ما انت اسال بعد ليه ما هو وارد يكون كان موجود وتالق لان اللي بينفسه ما كانش موجود, موجود. دي حقيقة. ولكن مفاجأة اما تلاقي مثلا اثنين او ثلاثة ما كانوش موجودين في المكان بتاعه ما تلاقيش لعيبة خبرات واساسيين مم. رجعوا فوضع طبيعي ممكن يكون ان هو مش موجود ولكن في بعض اللعيبة اللي تألقت ما موجودة في في, الم... في 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 القائمة, في القائمة. وده وفي ده خرجت وفي لعيبه و... خرجت وده زي ما حضرتك و ما ل... يقللش منهم لا لا خالص مم. اطلاقا يعني هتحتاجهم يعني آه واكتسبوا الخبرات وهيبقى بعد كده رجوعهم في اي وقت مش هتبقى انت بقى بتبني من اول وجديد هم مكتسبين لعيبه عندها مبروكة. ثقه في نفسها مم. ما دام لعبت وشاركت والناس اتكلمت عنهم ومعظم اللعيبه اللي تم تجربتها بصراحه يعني ظهروا بمستوى طيب بصراحه خصوصا حتى يعني حتى واحد زي مروان م... لا لا مروان داوود مروان داوود الباك اه حتى رغم ان مشاركته كانت قليله ولكن كان عنده علامه يعني شوف اما نزل سجل سجل هدف التالت في وتعبدو. في كفايه في ان الأوردن. هو يبقى موجود وخد بالك برضو يعني معظم اللعيبه شاركت كل اللعيبه شاركت في البطوله ودي حاجه برضو تحسب للجهاز الفني واللعيبه دي انت ممكن تح... ممكن تلاقي بعد البطوله لعيب بقى موجود في الفرقه وموجود بيلعب ممكن يكون هو الوقت كان كان برضو ما اسعفهمش شويه. يعني بص حتى انت دلوقتي كده اللي انا بكلمك الميزه كمان ايه من كاس العرب عادل؟ ان يعني انت دلوقتي في ناس ابتدت اه تطرح اما تيجي الناس بتتوقع التشكيلات والكلام دوت بقى في ناس بتطرح بتوصل انها بتطرح اسم مهند لاشين كمان مم؟ في, في التشكيلة اه يعني مم. انت فاهم فده ده 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 نجاح للجهاز الفني ان هو اكتشف اللعيبه اللي كانت بعيده ديت وفعلا اللعيب اللي اللي طلع كويس وعلم يعني خد حقه وكان موجود في البطوله وده ما يقللش خالص من اي لعيب كان موجود وما تمش اختياره عشان الظروف اللي بحكي لك عليها دي. النهارده اللعيبه كانت موجوده رفعت من من 2014 من 2014 م. راح مع كان موجود مع برادلي 2013 2013 و14 والنهارده موجود في منتخب بعد 8 سنين دي برده حاجه من الحاجات الكويسه جدا حاجه من الحاجات المحترمه. لا هو رفعت كمان لعيب كويس خد بالك بس طبعا. رفعت ممكن يكون مش محظوظ مش محظوظ وبعدين رفعت هو ستايل لعبه كده يعني هو بص ايه هو في المكان ده هو ما, ما بيلعبش آه. في المكان ده فممكن ده يكون برضو اكيد الراجل لما بيجي بيختار اكيد هو بيختار الحاجات دي لو هو بيعرف في مكان تاني مدرب لو بيلعب جوه على الدايره مثلا اللي بيلعب في ثلاث اماكن احسن من اللي بيلعب في مكانين واللي بيلعب في مكانين احسن من اللي بيلعب في مكان واحد وهو كمان مش محظوظ تريزيجيه مرموش رمضان رمضان تتكلم في ارقام يعني ناس برضه خبرات. خبرات, خبرات كبيره, كبيرة في المنتخب خبرات كبيره آه طب هروح للزياره بقى نروح للزياره النهارده المجلس بالكامل وسياده الوزير اشرف صبحي والله بص يعني شايف أنا الزيارة دي ازاي؟ انا بص عايز اشكر سيادة الوزير اشرف صبحي دايما لان هو دايما مساند ودايما داعم ودايما حريص يعني هو مش في الكورة بس يعني في, في كل, كل الالعاب وفي كل المجالات ولكن يعني خلينا نتكلم على المنتخب دايما هو داعم للمنتخب حريص ان موجود هو موجود في كل دايما هو. ان هو يبقى موجود وكان بيزورهم لسه من اول وكان اول منتخب اول امبارح لسه مع مع المنتخب ومع ذلك النهارده جه برضه اعرف ان المجلس جاي احنا كنا حريصين ان احنا نحضر التدريب ونتقابل مع مع الراجل بعد التدريب نتكلم معاه وطبعا كانت قاعده يعني كلها ود واستاذ جمال فهمه يعني ان المجلس اللي جاي دوت جاي جايين ندعم نساند في ظهره في اي حاجه هو عايزها في اي حاجه هو طالبها كابتن جمال اتكلم في حته المنافسه قال لك احنا دايما بنحب ان احنا ننافس علي كل البطولات وان شاء رسالة الله دي كانت رساله رساله مهمه للجمهور برضو طبعا. لان الجمهور تساءل كتير الفتره اللي فاتت ان كارلوس كيروش طلع يعني مش هقول هقول بدهاء المدربين شويه ان هو بيربع بيرفع بيرفع الضغط عنه عن اللعيبه بالظبط كده ولكن انا عايز اقول لك على حاجه يمكن الاستاذ جمال لما اتكلم في حته المنافسه وان احنا بننافس ورايحين ننافس يمكن مستر كيروش رد عليه قال له انا من وانا عيل صغير عندي تسع سنين انا ما بعرفش العب غير ان انا بلعب عشان اكسب يعني هو ده كان رد آه كان رد مستر. الراجل واحنا بنتمنى له كل التوفيق اكيد واحنا عندنا دايما مره واثنين وعشره بنتكلم احنا عندنا قماشه كويسه جدا 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 قادرين ان احنا نعمل منها حاجه حاجه كويسه قادرين ان احنا ننافس على البطوله بكل بكل سهوله احنا دايما <applause> احنا ممكن ساعات احنا اللي بنحاول ان احنا نقلل من نفسنا شويه عادل ولكن م. اللي بيبقى حواليك والمنتخبات اللي انت بتبص لها كده بتبقى هي اصلا مرعوبه منك وتبص لك على انك منتخب مصر بس احنا بنقللش يا كابتن بركات يعني انا يعني مش حكايه تقليل بس احنا برضو لما بن... مش عايز اقول ايه لما بنتواضع شويه بندي احسن حاجه يعني دايما يعني كل البطولات احنا رحناها يعني انت بتلعب 2006 انت قبل 2006 كنت عندك ثقه بينك تاخد البطوله لا لا خالص 2008 و10 قال حد كان يا يعني اي حد كان ممكن يتوقع انت برضو لما بتبقى بعيد لما تبقاش حاطط لنفسك يعني حتى 2017 مع كوبا لما وصلت المباراه النهائيه يعني حتى يعني ما كانش حد عامل ثقه ما كانش ما حد واثق قوي حتى قوينا. في الاداء في الملعب وكده انت ما كنتش تتخ... تتخيل ان احنا نعدي و... و... ونوصل المباراه النهائيه وخسرنا المباراه النهائيه اللي قدام كاميرون اللي كانت تعتبر اسهل مباراه في البطوله في يعني بوركينا كان صعب جدا والمغرب كان صعب جدا لما ما وصلت النهائي كانت اسهل الشوط الاولاني كنت ممكن يعني. تخلص البطوله منه ومع ذلك بس, بس وصلت ايه يا عادل القلب والروح وكده اما بتلعب ب ب ب بقلبك وبتدي تدي احسن حاجه احنا ما عندنا ما حدش يقدر يقف قدامنا ما تيجي نشوف حاجه البركات 2006 تعالى اتفضل بركات هتتفرج على ايه بس هتتفرج على ايه الناس هيتفرج بركات 2006 كان كان حاجه كبيره جدا كان حاجه كبيره عايز اقول لك حاجه مقوله عندي بس هو انا هو انا اللي عملت ال 1 2 اللي بالكعب ده <applause> انت عملت حاجات كتير هو انا اللي كان في الجنب ده <applause> يعني اه بركات عملت ال 1 2 بالكعب وعملت الاوفر ده بركات بركات من العلامات المهمه جدا في البطوله دي انا كل جيل بيبقى فيه لعيبه كتير كويسه طب بقول لك يا عادل الكره ديت اللي فاتت بتاعه الكورنر دي الـ الـ هدا والنبي يا ياسر بتاعه الكورنر دي اه هدا آه. هدا هدا من الاول الكورنر ده كده لو انت بقى بص بقى مركز قوي لو انت متابع تقول لي شبه ايه الكورنر نفس الكورنر بالدخله بالشوطه ايه قول لي ماتش ماتش الجزائر 5 2 اه ماتش 5 2 تيبيكال اه تيبيكال انا وعمارة كورنر دخلت بالكوره <تبكال> <تبك و.. لا انت كنت.. انت برضو خد بالك الفترة دي لما تجيب لعيب جناح طول عمره بيلعب جناح وفجاه باك رايت عالمي في الاهلي وفي المنتخب لو و... انا عايز اقول لك على حاجه دي ببتول... حاجه صعبه جدا في بطوله 2006 عادل كمان كل الناس يعني كل ما تيجي تلعب مع منتخب تلاقي الباك ليفت بتاعه تلاقي جامد جدا لعيب <applause> وسريع وقوي وبتاع بقول لك ده ده ماتش كوت ديفوار كان تقريبا ارسل بوكر هو <applause> الباك ليفت والله العظيم العضله العضله قددك. الاماميه العضلة تخوفك مع انه بص هو قصير وكل حاجه طب انت عارف بركات ان انا وانا يعني وانا بشتغل مدرب وانا بتفرج على الماتشات والفرق في الثلاثه خمسه اثنين دايما عندي الباك رايت هو بركات ما عنديش مش شايف حاجه تانية غير محمد بركات يعني حتى الاهلي لما غير طريقته السنه دي كل حاجه بتفكر فيها يبقى زي محمد بركات مع انه مش المركز الاساسي بتاعك بس هو ادوت عادل بقى الكورنر اللي هو 2 على 1 ودخلت وشط بس دي جت من جنب العرض بتاعت الجزير نفس... دخلت في الضيقه ده هي بالظبط يعني فاهم يعني هو هو نفس الجون بالظبط ف... لا, ف... لا خد بالك آ... آ... <applause> اللاعب آ... باك رايت آ... كنت لازم العب باك رايت لان انا ما كانش ليا مكان في الفرقه احنا جوزيه ما ظبط فرقته قعدت في اسمنت السويس اول ماتش فخلاص في اساسيه ده بص دخلت بالكورنر في الضيق يعني هو ده بص تلاقيهم قريبين من مم. من بعض قوي فانا ما لقيتش مكان فما جه زي قال لي اسلام تعبان وعندي اتنين باكات رايت ممكن يلعبوا بس انا شايف ان انت لو لعبت هتبقى كويس ممكن تديني اللي انا عايزه ايه رايك تلعب انا ما بضغطش عليك قلت له العب <applause> يعني ما, ما فيهاش ما انا كنت قاعد احتياطي بقى الماتش اللي فات فعايز الحق مكان في الفرق وايه وبخاطر يا عادل يعني انا ما بقول لك العب ما انا بخاطر انا <applause> ما اعرفش انا هعمل ايه في في المكان لا ده لا بس انت شخصيه بركات وخد بالك انت بتقول في 3 5 2 انا بخاطر. بشوف بشوف الباك رايت بركات ولكن خد بالك انا كان برضو عندي يعني يعني كانت بتبقى من ناحيتي برضه في ثغرات وكده ولكن الثلاثه اللي كانوا بيبقى ليبرو واتنين مساكين في وجود كان شوقي وحسن مصطفى في عزهم لا كانوا بيشيلوا طبعا بص الكره دي بيشيلوا كتير لا بص شالها شالها ضربه جزاء شالها بايده عشان عارف اني بلعب دماغي كويس كره ماتش الجزائر اه كره ماتش الجزائر دي اللي ضاعت اه ماتش 2-0 والله بص هرجع تاني وتالت اقول لك انا مش عارف انا انا يعني مم. ماشي انا بقول انا دا... انا انا دا... دايما بحب... امشي مش مع سهلة. الناس بس انا بس مش, مش حاسس أنها بالسهوله اللي هو الناس قاعدة عماله توصل ده الكوره مش ده الكوره مش سهله خالص عايز أقول حاجه كل الناس تقول الكوره دي سهله الكوره دي مش سهله خالص الكوره دي كانت في الدقيقه كام ده كان في الدقيقه 97 تقريبا أنا في الدقيقه 97 وراجل عامل سبرنت وموجود في الحته دي حاجه صعبه جدا انا بس من... من يعني هي أنا, ش... انا مش شايف حاجه وحشه بصراحه انا شايف هي من الكور ان ان انت في المباراه دي كمان كنت من الناس اللي نقلت منتخب نقله ماتش كان صعب جدا الماتش ده آه. صعب جدا ان النتيجه تطلع 2-0 كان ماتش مش سهل برده مع ان خد بالك الماتش كان في بدايته المفروض سهل يعني انت احنا جبنا جون بدري فاحنا م افتكرنا ان الموضوع رايح حيفتح في سكه م اه هيفتح يعني وبعدين ايه لما ع... قدرنا ان احنا نجيب الجون الثاني و... وبعد كده قال لك 2-0 هتبقى محتاج تلعب اه آ... آ... ماتش فاصل مشكله بقى في النشوه الثلاث ايام اللي ما بين الماتش الثاني والماتش احنا عملناهم غلط احنا عشنا كلنا هي دي هي دي الحته بتاعه التواضع بتاعتنا كمصريين في كل مجالاتنا لو تواضعت كلنا مش مش تنزل من شانك بس تتواضع إحنا, احنا برضو كده. كان كان في عملنا إفراط ماتش في سيء جدا مم. في, في السودان طبعا ما حدش يتكلم عنه فنيا علشان الظروف اللي حصلت كده يعني. ولكن ماتش كنا سيئين سيء جدا لانك زي ما انت بتقول ما تحضرلوش كويس خالص. هي قلنا بس انت واصل كاس عالم بس هي مساله وقت اتاخرت بس ثلاثة ايام هو ده عشان احنا رفعنا سقف طموحنا انا انا بالنسبه لي على المستوى الشخصي بشوف دايما انك لما بترفع سقف الطموح للعيب بركات برضه بركات لما جه الاهلي سنه 2004 الناس كلها قاعده تقول بركات عنده اصابه مزمنه وبركات مش <applause> شوية انا مش مش في بدايه الحلقه بقول لك انا بحب العب تحت الضغط آه انا كنت بركات. خلصان انا خلصت من اللي اتقال يعني اتقال حاجات كتير كبر <applause> وما عندوش حاجه ومبطل. يقدمها ومبطل جاي مبطل و... وجاي مبطل من خطر طبعا لان انت كنت جاي عامل سنه سيئه جدا مم. غير طبعا خد موضوع الغده الدرقيه طبعا والعمليه اللي انا كنت عاملها ديت فكل ده ضرب في خلاط واحد ف طب طب هقول لك حاجه انا يعني دايما برضو بحطها كده في نجوم كتير جدا الناس بقوا جامدين جدا عشان ما الضغط دي لوحدها مش هقول لك ضغط هي بتشيل عليك الضغط هو انت شايفك مبطل دي حاجه حلوه انت شايفني مبطل انا شايفني مبطل. بس بتديني انا حافز انا كلعيب كلعيب بقيمة البركات بتدي له حافز انك هتكسر الدنيا وبعدين انت كنت كان في شراهه في الماتشات انك الماتش ده غير الماتش اللي بعده احسن اللي بعده احسن فناس برده كان العقليه كانت مختلفه برده انا اتفق معاك على فكره بس هي بترجع للشخصيه انت ما بتتعود بالضبط. على حاجه انا اتعودت ان انا ابقى مضغوط فاهم م. انا مش أس... اسوا سنه عملتها كانت فين ما كانت في قطر مم. كان لسه كان ما هادية خالص كان لسه صوت. ما بقاش دوري بقى المحترفين القطري اللي هو دلوقتي مم. كان ساعتها بقى لسه ايه يعني بيحطوا رجليهم آه بيبتدي يستدعي اللعيبه الكبيره في السن بقى اللي هم العالميين بتوع زي باتستوتا وايفنبرج وكده علشان تبتدي تعلن عن عن الدوري القطري وحاجات كده فك... فكانت الدنيا بقى كان ساعتها الاحتراف ما كانش موجود قوي يعني كان اللعيبه لو عندها شخص تروح التمرين ممكن ساعات تلاقي مثلا خمس ست لعيبه في التمرين طب فين الباقي؟ يقول لك عنده دوام يا جماعه شغل قال لك لا ده عنده شغل لو تعارض ما يجيش فانا ده الضغط مش... ده الضغط الجماهيري بص الجماهير عامل ازاي؟ بص لا طبعا انا هناك برده في قطر ما كانش فيه بقى جمهور اقول لك على حاجه ثانيه الدنيا كانت هاديه خالص اصلا كنت ال... كان التلفزيون آه ما كانش بيزيع مباريات ساعتها أصلاً. يعني هو يجيب لك آه مش يزع ماتش ماتشين يجيب لك ملخصات بالظبط آه. كده يعني انما كل الماتشات تتزع زي دلوقتي ويبقى في قنوات وبتاع آه. لا الدنيا اتطورت قوي بعد كده يعني واللعيبه مظلومه انا شايف ان اللعيب يعني لعيبه لعيبه الانديه بتلعب تحت الضغط ده ولعيب المنتخب يعني لعيبه دلوقتي يعني احنا بنعاني برده في حته في اللعب في لعيبه المنتخبات برده في حته ناقصه حته بتاعت الجمهور دي كانت برده بصوا الاستاد كان استاد مقفول اقل ماتشات الدوري لساد مقفول بص الجمهور عامل ازاي ايوه بس خد بالك برضه عادل من نقطه مهمه جدا ولان دايما الناس بت... بتسير الموضوع ده يعني بس بدون ذكر اسماء مثلا يجي يقول لك مثلا ايه فلان الفلاني اللاعب فلان الفلاني لعيب جامد جدا وبيكسر الدنيا في فتره تواجده في النادي الاهلي ما, مش عارف يادي <applause> فبيضطر مثلا النادي الاهلي انه يخرج بمجرد ما يخرج بيعرف يلعب من غيره تلاقي بفرقه لوحده وكل الماتشات بمستوى ثابت ويرجع ثاني فيرجع ثاني فما يرجع تاني يرجع تاني على نفس مم. النظام الاول برضه مم. فهي فكره ان مش كل كل واحد وشخصيته ومش كل الواحد ينفع ان هو يلعب تحت ضغط في ناس بتحب انها ما تتضغطش عشان كده دايما بنقول الاهلي والزمالك ايه الاهلي والزمالك بالذات لا, لا, لا دي اللعيبه لازم بتبقى شخصياته تلعب تحت ضغط وتستحمل ضغط الجمهور وضغط الاعلام بالظبط بالظبط طب انا هرجعك حاجه تانية برضو 2005 2005 كان عندنا مباراه مع الكوت ديفوار في ال... في اسكندريه فاكر مباراه 2 0 ده كانت رسمي في تصفيات تصفيات كاس عالم 2006 كانت المباراه دي في اسكندريه الفتره دي انا فاكر الناس كلها اتكلمت على اتنين لعيبه قالوا لعيب لعيبه محليه وال وبعد الفتره دي اللعيبه دول كانوا من نجوم مصر مم. فاكرهم لا انا فاكرهم لان انا بركات وابو تريكا الفتره دي الناس قاعده تتكلم ان اللعيبه دي لعيبه محليه ممكن يكون انت ما ما, ما كانتش بتوصل لك يعني ده اكيد كانت بتوصل بس يعني انت دايما انا بعدها ما بركزش يعني انا بقول نتقلق أن على اكتر من كده بعدها بكتير اصلا مين نجوم م... انا مش بتكلم على الاثنين دول بس انا بتكلم على ان احنا عندنا تسرع تسرع في ال... في ال... في ان احنا بنحكم على اللعيبه بدري اللعيبه محتاجه وقت زي المدرب وزي الاداره وزي كل حاجه مع الوقت يعني انت النهارده لما بنتكلم في اول حلقه مارست حاجات قبل كده كنت في منصب فوجئت في منصب تاني بيبقى عندك كم خبرات اعلى بس بالنسبه للعيب الوضع مختلف لان اللعيب دايما حتى بيجنن مدربه مم. يعني مثلا المدرب بيبقى مثلا عايز اللعيب دوت استمراريه مثلا عادل يديله مثلا 10 ماتشات 10 ماتشات ورا بعض هذا الجون اللي انا جبته في 2004 عشان تعرف ولا اه عدت اه طبعا حسبت لك اه عشان تعرف بس ان انا بلعب بدماغي كويس بص دوس اللي انت طالع جنب دلوقتي في ضربه الجزاء 50 واحد طالع جنب في ضربه الجزاء ما تبعوش أحد حد 50 واحد بص في ال 18 بيموتوا بعض والكوره اصلا معديه الخط طب انت عارف ان انا ان انا كان عندي تصنيف لبركات طبعا انت اول مره تسمع مني كلام عليك في الكوره يعني ممكن ما كناش في الكوره قبل كده حصل كان بركات بالنسبه للناس كلها بركات لعيب موهوب وحريف ومهاري وكل حاجه لكن كان بركات عنده حاجه تانية غير كل الناس القلب بركات كان عنده روح مش طبيعيه وده برده من الحاجات اللي احنا برده ممكن نفتقدها دلوقتي اللعيب فاكر نفسه اللي هو لعيب حريف والناس تتكلم عليه ماتشين فبينزل شويه الروح اللي كانت موجوده عندك دي يعني قليله دلوقتي انت عارف ان انا كنت بتعامل مع الكوره بخير الكلام ما قل ودل دي حقيقه يعني انت عارف مثلا يعني انا دايما فكرتي في الكوره ممكن تكون مش فكره واحد يعني يكيفك كوره يعني مثلا انت واحد مستني كده مثلا يكيفك كوره انا عارف كده فهيبص على يتفرج على شيكابالا يتفرج على ابو تريكه يتفرج على حازم امام على عبد الستار آه العيال اللي هم ولاد الجنيه دول اللي يمسك الكوره ما تبقاش عارف هو هيروح فين ولا كده ولكن انا مثلا كنت مثلا حته ايه انا ان انا مبقى على الخط وماشي بسرعتي ان انا طب بس طب وده ما ده انت هو راجل برده زي شيكابالا وزي ابو تريكا وزي لا لا بص هتلاقي بص بص هتلاقي يعني بس مم. يعني هتلاقي انا دايما الفكره عندي ان انا ايه عادل بالنسبه لي مم. او انا ماشي على سرعتي وداخل عليا واحد مم. من غير ما افكر ارقصه ازاي وكده لو اتوجد الوانتو تو واحد نزل لي وخدت على طول وانتو بتاع. ده بالنسبه لي ابرك من اي حاجه عايز اخترق على الجون تتعمل لي ان انا اخش وسط اتنين لعيبه عايز اوصل للجون بسرعه فده يعني انا كنت دايما بحب الكلام ده عشان كده لقيت الحاجات ديت على الوينك انت عارف ان صلاح دلوقتي برده ما عنده مقله ودل صلاح ممكن يقعد الجيم كله بيشتغل في حاجات وعامل دبل باص في حته ها. ويروح رايح على الجول بيعمل لا بس هي عيلت بقى مع صلاح شويه الفتره الاخيره بقى كده بقت <applause> الاجوان كلها الفتره الاخيره حلوه يعني هي عليت <applause> معاه بقى كده ياخد الكوره بالستارز ويوقع 2 يعني بس دي دي برده ثقه طبعا ثقه المكان والخبرات وال... لو مش محمد صلاح هو لو مش محمد صلاح واثق في نفسه وعنده ثقه من مين اللي هيبقى عنده ثقه دي حقيقه فيعني ده مش بيلعب بقاله قد ايه وبيلعب فيه صلاح, صلاح, صلاح برده من في, في نفس ال... من تتكلم في نفس الدوري ده كان بيقعد احتياطي وكان الناس بتنتقده والناس ما بيلعبش والناس مش شايفاه كويس الأول. في الاول في الاول في الأول. بقى عنده ثقه المكان بمناسبه صلاح صلاح برده عمل تويته كده بيدعم فيها المنتخب وبيدقق وعايز الناس كلها تلتف حوالين المنتخب انت برضه شفتها ازاي؟ لا هو من قبل ما يبقى كابتن الفرقه اصلا يعني يمكن محمد صلاح حتى وهو مش كابتن الفرقه هو بيحب يتكلم مع مع الناس وشد الناس وهو الناس بصراحه بتحبه جدا وبتحب تسمع له و... واللعيب دايما حتى ما يلاقي اللعيب الكبير اللي هو بيتصنف مثلا نمرة واحد واثنين وثلاثة في العالم دلوقتي م. أما يلاقي اللعيب بيعمل كده وبيموت نفسه وهو اللي بيشد الفرق غصبًا عنه هو بيمشي عايز يمشي على ده اه يمشي على التراك ده ويبقى عايز يطلع أحسن حاجة كمان عنده فالأجواء ده هي بتبقى أجواء كويسة وأجواء بتطمنك يعني فاهم يعني م. بتطمنك ومش عارف ليه والله يعني هو الواحد بغض النظر يمكن احنا اه ما كسبناش بطوله بطوله كاس العرب ولكن الواحد متفائل ان البطوله دي رغم انها اقوى متفائل ان احنا ممكن نعمل فيها حاجه كويسه ان شاء الله لان احنا مش مش من المرشحين للبطوله دي تتفق معايا في ده؟ لا مش مش يعني دي ممكن لا اختلف لا معاك فيها شويه لا يعني لان يظل يظل منتخب مصر مرشح؟ لا قصدي كده يعني هو مرشح في كل الاوقات لكن في وقت انت بتدخل فيه البطوله بتبقى عندك ثقه كبيره انك هتاخد البطوله وفي وقت بيبقى انت مضغوط يبقى عندك ضغط وفي, وفي وقت وفي وقت بتعوضه بالقلب اللي انت كنت بتتكلم ما هو ده؟ فيه وانت حته القلب ديت ما هو دوت اللي انت اذا كنا احنا بنتكلم في منتخب مصر خسرنا النهائي من الكاميرون م. لا ما هو انت تعالى بقى كلمني على منتخب الكاميرون بقى في 2017 اللي خد البطوله م. بـ 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 بشويه حاجة. شباب صغير حاجة. طلعوا ولا. وسبعه ثمانيه من الف... من العمالقه بتوعه لو رشحت تمام فرق مش هترشح منهم الانديه بتاعتي وال... واوروبا والحاجات دي كلها واماكننا هتضيع وكده لعبوا وكان كمين حد يتوقع لهم حاجه؟ لا لا خالص. لعبوا وصلوا النهائي وكسبوا البطوله و... فهي المساله مساله قلب اه طبعا في خطط وفي استعداد طبعا. فني طبعا من غير كل حاجه, حاجة. ولكن في الاخر من غير ما هتلعب بروح لا كأنك ما عملتش حاجه طب نروح نروح للبطوله شايف مباراه نيجيريا يعني بدايتنا بمباراه نيجيريا حاجه كويسه لينا ولا كنت تفضل ان مباراه نيجيريا تبقى في في اخر مباراه في البطوله في المجموعات والله بص مش هتفرق اصل هو في الاول وفي الاخر طبعا انت اكيد لازم هتحترم الثلاث فرق ولكن طبعا خلينا على الورق بنتكلم ان انت المنافس الرئيسي بتاعك هو منتخب نيجيريا فانت هتلعبه في المباراه الاولى او المباراه الاخيره مش هتفرق انت هتبقى مطالب ان انت تحقق قدامه نتيجه كويسه علشان تبقى سكتك اسهل بعد كده بس تحضيرك للمباراه هتبقى مختلف يعني تحضيرك لمباراه نيجيريا في البدايه بص هي كانت بقى هي بص تفرق بقى ايه في امور تانية في التحضيرات مثلا زي أيوه ما انت بتقول على سبيل المثال مثلا ان انت مثلا بنتكلم في لعيب زي عمرو السوليه بالظبط مش هيبقى موجود معاك ومش هيبقى موجود بنسبه كبيره يعني. بنسبه كبيره الماتش الاولاني وابتدا الكلام ان هو ممكن مع الثاني يحضر في حاله ان ساعتها لو كان نيجيريا المباراه الثالثه كنت هيبقى معاك وكان هيزودك لان طبعا اضافه الخط الوسط ولكن حتى يعني انا شايف ان حتى في غياب عمرو السلالة رغم اهميته ولكن شايف برضو اللعيبه اللي موجوده وتقدر تلعب على الدايره يعني تقدر ان هي برضو تغطى غياب عمرو حتى لو ما شاركش في في المباراه انما هي مباراه مهمه طبعا مباراه مهمه وبتحدد سكتك في البطوله انت عارف في اول وخد خد بالك كمان من نقطة عادي مهمة موضوع ان انت بقى 24 فريق وان المجموعه الاربعه ما بقاش بيصعد منها اثنين بس دور 16 لا بقى بيصعد اول اثنين واحسن اربع توالت من من الست مجموعات ده طمع الفرق في المجموعات كلها <applause> يقول لك لا ما انا ومع الصعود المعنويات بتاعتك والحاله الفنيه بالمباريات هتبقى ايه بالظبط و... و... وفي كورونا كمان ما تعرفش مين هيلعب ومين هيلعب دي هيلعبوش بتطمع يعني كتير جدا الفرق ان هي تنافس وانها يعني بلغه الكوره تقرف المنتخبات اللي بتاع. عشان كده دايما لما تيجي تتكلم وتقول هو انت ممكن تتخيل انه يبقى في مثلا في المجموعه ديت مفاجاه او في المجموعه دي اه وارد جدا انها تحصل مفاجات لان دايما هتلاقي ايه منتخبين مرشحين, مرشحين مرشحين وواحد منهم هتلاقي واحد ثالث قوته عايز, عايز, عايز يتشعبط في في المجموعه فعشان كده البطولة عامة بتبقى قوية والأسماء اللي فيها واللعيبة اللي فيها معظمهم بيلعبوا في أوروبا وعندهم خبرات رفعت من قيمة البطولة كتير طبعا وأنا طبعا يعني أنا بحيي طبعا كاميرون كبلد إن هي أصرت إن ال... البطولة تتلعب طبعا طبعا لأن كانت الضغوط كبيرة جدا البطولة دي ما, تت... ما تتلعبش وشفنا تصريحات كانت بعضها مفهوم وبعضها غير مفهوم ما حدش فاهم منه حاجه على اساس يعني وفي تصريحات برضو يعني مش هقول اتفبركت ولكن اتنقلت اتنقلت بشكل خاطئ يعني تصريحات اتو معظم الناس تداولتها بس كان برضو يعني عملوا يعني ناس فرقعت بيها ولكن هي تصريحات ما كانتش يعني في الاخر بص في الاول وفي الاخر يتحسب لهم ان هم صمموا ان البطوله تتعمل لان برضو احنا لما بنتكلم في بطوله البطوله, البطولة ديت لازم تبقى بطوله تحترم لان هي بطوله كبيره انت فما ينفعش تاعت... الناس بره بالزبط. في اوروبا تتعامل معها وبعدين كمان على ان البطوله الافريقيه ديت حاجه كاميرون بتمثل القاره كامله أوه. والقاره لازم تحترم تحترم ال... 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 الضيوف كلها بس في انديه كتيره ما ينفعش تصنف الضيوف في انديه كتيره بره يعني تح... ممكن بتقلل شويه ما تبقى مش عايزه تبعت اللعيبه بتاعتها او ان انا حاسه البطوله ضعيفه وان انا بتقلل من القيمه الفنيه لا ما هو البطوله ديت مجموعه اللعيبه اللي بتلعب فيها دي كلها هي اللي متوزعه في اوروبا وهي اللي بتلعب في اوروبا طب يا كابتن بركات الناس اللي بت... اللي عايزه تقلل دي هتقلل من بطوله فيها 50 لاعب 50 لاعب في الدوري الانجليزي بطوله لا بطوله لا 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 طبعا هو كلام الكلام مش 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 مظبوط دايما البطوله الافريقيه بتبقى بطوله قويه ولكن طبعا هي الظروف بقى الفتره دي يمكن احنا شفنا ظروف نقل البطوله اول مره ما اتنقلت من الكاميرون جت مصر وكانت طبعا مفاجاه خروجنا ساعتها ولكن احنا يعني الظروف بتاعت كورونا برضو مش مساعده مش سهلة. اه مش مساعده حاجات طب انت شايف البطولتين دول خد بالك الناس الظروف فيهم متشابهه ولا لا. معاها برضو في ناس اهم حاجه بالنسبه لهم الصحه يعني انت اوكلاند سيتي نيوزيلندا ما يتسحب من بطوله كاس العالم للانديه المره الثانيه على التوالي اجراءاتهم وكده اه يعني فاهم اجراءاتهم في الصح... يعني فايه اللي بيأثر في عدم وصولهم وظهورهم برضه هو الكورونا طب انت شايف البطولتين بطوله بطول 19 2019 اللي كانت موجوده عندنا اللي يعني الناس كلها كانت حاطه امال كبيره جدا على المنتخب وما وما قدناش فيه احسن حاجه والبطوله طيب. دي حاسس م. في فرق فرق في التحضيرات بتاعتها حاسس في اختلاف لا بص دلوقتي احسن انا بقول لك دلوقتي احسن رغم ان احنا في 2019 و... عادل احنا كسبنا الثلاث ماتشات بتوعنا في دوري المجموعات ولكن لو تفتكر الاداء ما كانش ما كانش احسن حاجه ما كانش احسن حاجه وما كانش يطمن إيه وكان الناس مستنيه الوقعه وبمجرد اما جينا في دور ال 16 احتكينا بمدرسه اقوى مش أحس... مش اقوى حاجه جنوب وق... افريقيا كت... جنوب لا. افريقيا ما لعبنا جنوب افريقيا في دور ال 16 بمجرد ما احتكينا بجنوب افريقيا مدرسه اعلى في الكوره وقعت وقعنا وفي نفس الوقت برضه هضرب لك مثل في نفس النقطة ديت برضه خاص بمباراة جنوب أفريقيا الجون دخلت فيها أنا فاكر في الدقيقة 85 وثمانين <applause> كان ناقص خمس دقايق وكان ناقص وك وك وكان في خمس دقايق كمان وقت ضايع كان في عشر دقايق قدام <applause> اتفرج على طريقه ادائنا ولعبنا في العشر دقائق ما عملناش فرصة. ده. <applause> اللي انا بتكلم عليه بقى فين بقى الروح و الف موجود. في الاستاد والقلب وان انا حك... في العشر دقائق حاجه لا وما و... كانش في اي رد فعل من اللعيبه ولا من الجمهور ولا حتى ولا في تفاعل مع الجمهور حتى آه. فده احنا مش متعودين ده بقى اللي انت كنت بتتكلم فيه بقى ان هو ايه بمور. في 2006 و2008 مم. و2010 وفي 98 والحاجات دي كلها عشان كده احنا دايما بنقول احنا عندنا الدنيا سهله جدا مم. شويه قلب هتلعب وعندك اللعيبه هتعليه. كل مره عندك اللي انت فنيتك اعلى اللي يقدر يعمل لك كل حاجه ولكن مم. ايه القلب هو الكره كده تلعب بقلبك هتكسب يعني انت شايف تحضيرات السنه البطوله دي مختلفه ان شاء الله اللعيبه مستواها الفني كويس الروح حتى في التدريب حتى واحنا بنتفرج النهارده في التدريب يا عادل الروح كويسه ما بين بص الكوره دي أه معلش بدون قطع كلام آه آه دي ايه؟ ده, ده الروح دي فنيا ما فن ولا, في أي ولا فيها فن ولا اي حد يعني بص حته ابو تريكه دلوقتي في الاخر حطها ده ماشي دي دي المهاره حطها وركنها وجه. انما بص زدان قاعد إيه؟ يعني زدان يعني زيدان لو عدى جنب سون كده ممكن يعني ايه يقول له اتفضل أه أه آه. انما زدان داخل خناقه مش هاخد الكرة هاخد الكره زي هي. برضو في في الفيديوهات اللي قبل كده انا شايفك عامل تاكلين كذا كوره في بطوله 2006 هادل. كور ميته بتاخدها انت بص انت خلصت الماتش بالكرة زي دي يعني بص كرة زي دي تخلص لك مش تخلص لك بطوله تقاوح فيها بس يعني شوش. عشان قلب اسهل حاجه فيه ايه ده سونج يا عم ده, ده ده ده, سفاح ومش هقدر اجري واللي عاملها مش لعيب مثلا يعني مثلا مش مش احمد فتحي مش هو آه، الجمعه آه، آه، زيدان مش حد آه يعني حد مهاري ومزاجنجي في, في الكوره و... فده اللي يديك انطباع الفرقه ايه الفرقه بتفكر ازاي الناس بالزبط. كلها المنظومه كلها بتفكر ازاي ودايما كويس ان احنا بنعرض الحاجات دي وبنجيبها برضو لان برضو الناس بيبقى مهم انها يعني يبقى في تذكره يعني دايما الناس تحب ان هي تفكر كورة صعبه جدا كره أه؟ صعبه مش سايب ويكتف معاه ويقع, ويقع ويقوم قبله هي كده هي دي الكوره مفيش كوره من وعايز اقول لك حاجه كابتن بركات برضو في نقطه الناس ما, 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 تاخدش بالها منها إن الناس فاكره ان القلب في الزحلقه وإنه يطلع عجم بياخد كوره في اوقات القلب اضرب بسبرنت في وقت انا مش قادر اللي انت بتقوله دوت ممكن ساعات بيبقى قلبه ساعات بيبقى تهجيص على فكره ايوه بالظبط ما تاخدش بس القلب انك تضرب بسبرنت في وقت انت مش قادر الناس بص الناس بتقعد تتفرج على الكوره يعني احنا بقى لنا سنين طويله بنقول ايه؟ يا جماعه الناس بتفهم كوره والناس من كتر ما اتفرجت كوره ومن كتر ما تحب الكوره بقت بتفهم اكتر من اللي بيقدمه بي بي اكتر من اللي بيحللوا وبتاع خلاص مم. الجمهور ما حدش يعرف يضحك عليه. والله العظيم يا عادل مم. ولو ضحكت عليه مره مش هعرف عليه تاني. الجمهور ما حدش يعرف يضحك عليه هو انت الجمهور بيتفرج ويعرف ده ده بيلعب بروح ده بيلعب وبتاع عشان كده دايما هو ده الرصيد اللي اللعيب بي 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 بيعمله مع الجمهور. مم. ان انت الجمهور لما بيشوفك بتلعب كده اما هتيجي فتره هتقع انت مش هتقوم غير بيهم الجمهور هو اللي هيسندك هو اللي هيطلعك بيقول لك ده بيعمل احسن حاجه وبيلعب بقلبه وبيخلص وبتاع هصبر عليه ما ايه المشكله ما يبقى وحش ماتش واثنين وتلاتة هفضل واقف جنبه كده هو الكريدت اللي بتعمله مع الجمهور جمهور راهنا عليه في, الـ في, الـ في, في 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 رابطه الانديه وان شاء الله مع الاتحاد كمان ملف مهم جدا ملف الجمهور ده ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله يتم التواصل اه ان شاء الله يتم التواصل كاس يعني العرب شوف كاس العرب كاس العرب الجمهور عامل ازاي حاجه تفرح حاجه تفرح بصراحه يعني. وبعدين فعلا زي ما اتقال في لعيبه ما, ما لعبتش يعني جت من من الدار للنار من الدار للنار على طول بقى ما جربتش الكلام ده هنا هوبا طلع في قطر لا نفسه بيلعب قدام 30 و الف بس هتفرق معاه دي 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 لخصت له او او وفرت عليه ماتشات كتير جدا يعني هو لما يجي يلعب هنا في مصر قدام 3 4000 واحد لا الامور مختلفة، هو لعب قدام الاستاذ مقفول ولازم كله يساعد برضه عادل، يعني برضه انت يعني ايه انت طمع كمان الناس ان هي تزود البتاع، مم. انت طول ما انت ماشي كويس وملتزم ومفيش مشاكل بتح بتحصل هتزود هتلاقي ال 1000 هيبقى 2000 وال 2000 هيبقى خمسة والخمسه طول ما انت شغال ومش شايف مشكله وشايف وش الناس ملتزم فدايما احنا اللي يعني برضو دايما احنا اللي بناخر نفسنا، يعني كل ما نيجي نشوف فرصه على فترات متبادله تبتدي تشم فرصه <applause> ما بنستغلهاش بس انما المره دي ان شاء الله يعني هي الدنيا ماشيه كويس ان شاء الله واتمنى ان هي يبقى في التزام نبتدي نشوف الاعداد تبتدي تزيد وتروح لفين وده هيفرق مع اللعيبه وهيفرق بالضبط. مع المستوى الفني وهيفرق بعد كده المنتخبات اكيد حاجه وهتعلي قيمه اللعيبه اكيد والرابطه كمان عاملين عاملين قواعد وقرارات صارمه للي ل... هيخرج عن النص ان هو ي... في عقوبات عقوبات كبيره يعني. والله بص انت لازم تعمل عقوبات ولازم تعمل زي ما جبنا بالظبط كده الراجل اللي هو ضرب الحكم دوت. كده. وبسرعه. في حاجات ما يتصبرش عليها في حاجات ممكن تقعد تتكلم فيها بقى طب ده المدرب عمل ايه؟ طب بدأ... تشوف مين اللي سع... عشان في الاخر ما يبقاش كله اتظلم. وعلى فكره ده الماتش ده لو تفتكر كان 5 4 واتحسب عليهم ضربه جزاء في الاخر بالزبط. على فكره الماتش دوت نسيت اقول لك ان في الاخر اخر قرار كان احتساب الماتش لصالح حلوان العام 2-0. يعني حتى الماتش اتحسب 2-0 لحلوان العام. يا كابتن بركات نورتنا. ربنا يخليك عادل انا سعيد بيك و في بيتك نورتنا سعيد في سعيد بظهورك على على هذه المنصه <تصفيق> <تصفيق> ان شاء الله تنور على طول كده باذن الله وتزود القناه وربنا يقدرنا ان شاء الله كلنا كمجموعه. اتحاد الكوره احنا بنوعد الناس ان شاء الله ان يعني نحاول نطلع لهم احسن حاجه طبعا هيبقى في انتقاد وهيبقى في, في حاجات كتير ولكن بقدر الامكان هنقدر ان احنا زي ما بقول لك نوفق اه ما بين مصالح الناس اللي وثقت فينا الجمعيه العموميه اللي ادونا اصواتهم وفي نفس الوقت الشغل الشاغل هو الكره المصريه وتطويرها في حاجات كتير قوي اتكلمنا فيها وان شاء الله ربنا يقدرنا ويوفقنا ويكون التوفيق معانا ان شاء الله ويبقى في مسانده ان شاء الله من الاعلام يعني الفتره اللي جايه يا رب ان شاء الله وبكده النهارده نكون وصلنا لنهاية حلقتنا وبنشكركم نشكر نجمنا الكبير كابتن محمد بركات وان شاء الله يبقى في حلقات قادمه ان شاء الله مع ريمونتادا ونشوفكم على خير وتصبحوا على خير